أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، رحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامج البث المباشر من قناة الكرمة. النهاردة معنا ضيف عزيز علينا جدا جدا في قناة الكرمة وصديق قديم، وهو القسيس يثام إيميل بطرس، وهو ابن القسيس الراحل إيميل بطرس. وقد إيه كلنا عارفين قد إيه القسيس إيميل كان بركة لينا، ورب بيستخدمه باستخدام غير عادي، ومازال صوته رب بيستخدمه بقوة وبركة غير عادية. وكمان بنشوف البرنامج الرائع اللي بيقدمه القسيس يثام، برنامج تسبيح وتعظيم للرب وتمجيد لاسم الرب، قد إيه بيلمسنا كلنا ثمر شفاء. وهو مدرس في كلية اللاهوت الرسولية في مصر. برحب بحضرتك يا قسيس، مبسوطين جدا لوجود حضرتك معانا النهاردة. أهلا بيكي، وأنا السرور العظيم في وجودي معاكم النهاردة وفي قناة الكرمة اللي غالية جدا على قلبي، ربنا يبارككم كتير. امين. ثانك يو قسيس، ثانك يو، احنا متشرفين بوجود حضرتك. يمكن موضوعنا النهارده احبائنا المشاهدين عن حياة الإيمان وتعاملات الله. احنا كتير قوي بيبقى صعب علينا نسلك بالإيمان، وكتير ربنا ممكن يكون بيطلب مننا حاجات تبقى شكلها تخض، لكن هو بيقودنا فيها بالإيمان وبنشوف إيده، لكن لو احنا خضعنا لصوته. موضوع مهم جدا عايزين نتكلم فيه ونحكي فيه مع القسيس، ورب يتكلم بيه لقلوبنا. لكن في البداية ناخد ترنيمة نعظم بيها الرب ونسبح اسمه مع القسيس وثام، وبعد كده ناخد موضوعنا. اتفضل حضرة القسيس. أمين. حابب ان احنا نسبح مع رب، مع بعض الرب، ونقول له لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود. مفيش غيرك يا رب، انت الإله العظيم القدوس وحدك لتستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. مجدا للرب. لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود. لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود ويشق الغمر فإذا طريق لا تعوقه جبال أو سدود. لم غيرك
بس ربنا يباركك، تريمة جميلة جدا ومعبرة، وفعلا يعني اختيار بالروح للحلقة، يعني أجدًا للرب. ربنا يباركك. ويمكن في البداية أساس احنا بنقبل الرب كمخلص وفادي شخص لحياتنا، بنعرف الرب وبنتخذه كسيد ورب على حياتنا، لكن هل ده كافي؟ أنا خلاص خدت المسيح بالإيمان، هل ده كافي بقى إنه الظروف هتبقى كويسة وكل حاجة هتمشي تمام والدنيا هتبقى سهلة، ولا في دور بيبقى للرب في حياتي وأنا بيبقى ليا دور، وإيه الدور دوت اللي فيه أنا محتاج أتعلم إزاي أسلك بالإيمان؟ هو قبول الرب هي البداية، يعني بداية الأمر هو أن أنا أقبل المسيح كمخلص شخصي لحياتي، وابتدي أسلك في حياة التوبة، الحياة المرضية قدامه. السلوك دوت بيتطلب مني جهاد، أني بحارب ضد الخطية، بحارب ضد السلوك القديم، بحارب ضد كل الأمور اللي لا ترضي ولا تشبه قلب الله. ده من ناحيتي أنا. من ناحية الله بيديني المعونة والقوة ويشجعني ويكشف لي أكتر عن حقي في المسيح، وأنا قد إيه غالي على قلبه، وقد إيه المميزات والأمور العظيمة اللي المفروض أتمتع بيها كابن لله. الأمر دوت من الجانبين، بنسمي الأمور اللي بيننا وبين الله تعاملات الله، وسلوكنا وحياتنا هي حياة الإيمان اللي احنا بنمشي فيها مع الله. ففي تعاملات المفروض نفهمها الله بيتعامل معنا فيها ازاي، وفي امور المفروض نسلك فيها ونمارس فيها ايماننا ونبتدي نتحرك فيها ونتصرف فيها بحسب القانون الالهي اللي الله رسمه، مش بحسب العالم. في حاجات كتير في حياه الايمان ما ينفعش نمشي بيها زي ما العالم بيقول، لكن ينفع نمشي بيها زي ما الكتاب بيقول وزي ما الله بيتكلم. واحيانا ياسس يعني بيبقى الرب بيبقى ليه سكه في حياه كل واحد فينا، يعني زي ما حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، مش لازم يبقى فكر العالم، مش لازم يبقى بالطريقة اللي هي 1+1=2 وده اللي المفروض يحصل وده اللي المفروض يكون كما هو المفروض في العالم، لكن الله بيبقى عنده خط لحياتي، إنجاز التعبير، خطة لحياتي، فكر ليا أنا شخصيا كمؤمن. في حاجات لينا كلنا ومبادئ كتابية لينا كلنا نمشي عليها، لكن الرب عنده خطة ليا وعايز يوريني إيده في حياتي أنا. فانا الاختبارات الرب معايا غير مع حضرتك، غير مع احبائنا اللي بيسمعونا، رب ليه تعاملات مع كل واحد فينا. بالظبط كده. الحقيقه يعني انا عايز نتعرض شويه لتعاملات الله في الحلقه دي، وانه تعاملات الله مختلفه شويه، ممكن تكون اعلى من تفكيرنا واعلى من الحسابات اللي ممكن نحسبها والامور اللي ممكن نسلك فيها في العالم. وكنت عايز اخد مثال من كلمة ربنا نبتدي بيه، يا ريت تقرا لنا من سفر الملوك الثاني اصحاح 4 الاعداد الاولى، من الملوك الثاني اصحاح 4 من عدد 1 لعدد 7. الملوك الثاني 4 من 1-7. ايوه. اوكي. وصرخت الى اليشع امرأة وصرخت إلى أليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. فقال لها أليشع: ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت. فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. فقال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله، فقال لها: اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بموقع. أمين. هنا موقف يورينا تعامل من تعاملات الله أو أسلوب من الأساليب اللي الله بيتبعها مع ولاده. أرملة لرجل من بني الأنبياء، من بني الأنبياء يعني كان نبي للرب وكان بيخدم الرب. زوجها مات، ولما مات ترك ليها دين كبير عليها،
ومش قادرة تسده للدرجة اللي فيها إن المرابي جاي ياخد الولدين ليه عبدين بسبب إنها مش قادرة تسد الدين، ورايحة علشان تتكلم مع إليشع رجل الله اللي هو مسؤول عن مدرسة الأنبياء في ذلك الوقت، ورايحة عشان تقول له أنا مش عارفة أتصرف إزاي، يعني يا ريت تدبرني أنت ويا ريت تتصرف، أنا مش عارفة أتصرف إزاي. والوقت ده كان فيه مجاعة، ونفس الأصحاح اللي يقرأ في آخر الأصحاح خالص يعرف أنه كان مفيش حاجة يسلقوها علشان يعملوا أكل لبني الأنبياء في مدرسة الأنبياء، فجابوا يقطين بري من البرية وسلقوه، وكان حاجة يعني صرخ الغلام وقال له في القدر موت يا رجل الله، فما فيش شيء. لكن كان رد إليشع على الأرملة دي ماذا أصنع لك؟ يعني أنا أعمل لك إيه؟ ما عنديش حاجة أعملها لك. لكن الموضوع ما وقفش عند كده، قال لها ماذا لك في البيت؟ وأنا بتخيل يعني لو هي عندها حاجة طب كانت راحت لإليشع عليه، لو كان يعني عندها شيء ممكن تقدمه أو تتصرف فيه وتوفي الدين، طب إيه اللي وداها لإليشع يعني رجل الله؟ هي ردها كان في البداية بتقول ليس لجاريتك شيء في البيت إلا، وبعد كده قالت إلا دهنة زيت، عشان أبقى صادقة جدا وعشان أبقى يعني للنهاية لآخر المشوار أنا يعني صادقة قدام ربنا، ما عنديش غير دهنة زيت. ده معناه إن هي عندها إيمان، هي شايفة حاجة، أو إن هي يعني كان ممكن تقوله ما عنديش ولا حاجة، مش هتشوف حتى إن دي هي حاجة فعلا ليها قالت إيمان. ما عنديش ولا حاجة، بعد كده رجعت نفسها قالت خليني أمينة مع رجل الله. فإلا دهنة زيت. وعايز أقول حاجة، إنه الله بيدور على دهنة الزيت اللي موجودة جوه قلب كل واحد فينا. الله بيدور على الحاجة اللي عندك، اللي الموهبة اللي عندك، الملكة اللي اداها لك، الأمر اللي حطه جواك وزرعه فيك، وبيقول لك تعالى حطه بين إيدي أنا أمسحه وبارك فيه وأنا سد الاحتياج. ده تعامل الله. خلينا ناخد بعض الأمثلة، يعني مثلا الله لما كان بيتعامل مع موسى وعايزه يروح يطلق الشعب من أرض مصر، موسى كان معاند وقعد يقول له أرسل بيد من ترسل يا رب، وأنا ثقيل الفم واللسان والكلام ده كله، وبعد كده جه في الآخر وافق. فهو طالع الكتاب يقول حاجة في منتهى الغرابة، موسى كان في إيده عصاية، العصاية دي ما هياش عصاية بنوس ولا حاجة جميلة كده مرصعة، لكن بلغتنا كده سومة جايبها من البرية بتعكز عليها، خشبة ملهاش معالم كده يعني جذع شجرة ولا حاجة بتعكز عليه. بيقول كده في خروج 4:20، فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر، وأخذ موسى عصا الله في يده. إيه عصا الله دي؟ أنا وقفت قدام الحتة دي بستغرب، يعني الشومة اللي في إيدين موسى دي يا رب بتقول عليها عصيتك؟ طب إزاي يعني، منين بقت عصيتك؟ وبتقى ربنا يتكلم ليا بمنتهى الوضوح، هي دي دهنة الزيت بتاعت موسى، هي دي العصاية بتاعت موسى اللي الله مسحها وحطها بين إيدين موسى، يرميها على الأرض تتحول لتعبان، يمسكها تتحول لعصاية، يمس بيها نهر الأردن يتحول لدم، يمس بيها تراب مصر يتحول لبعوض، يضرب بيها البحر يتشق، يضرب بيها الصخرة في البرية تنزل مية تطلع المية. ايه ده؟ قال هي دي اللي انا هستخدمها علشان بيها اسد الاحتياج. دي تعاملات الله. تعاملات الله دي ما نقبلهاش احنا بعقلنا ومنطقنا، احنا عايزين حاجات تيجي منطقية من الخارج منطقي، او يعني المفروض الاحتياج يسد بشكل شكله ازاي، انا عندي احتياج مادي مثلا يبقى المفروض ان شغلي يسده، او المفروض ان حد يسلفني، او مش عارف ايه، او انا بصلي من اجل حاجه معينه المفروض ربنا يبعتها عن طريق حد او الى اخره. لكن مين مفكر او مين مره من وقت من الاوقات فكر انه يحط دهنه الزيت اللي عنده بين ايدين الرب ويقول له دي يا رب بين ايديك، العصاية اللي عندي بين إيديك، الدهنة دي بين إيديك، أنت تثمر بيها، أنت يا رب تحط مسحتك عليها، وأنت يا رب بيها تملى الاحتياج. رب كان عايز يعلم تلاميذه الكلام ده. لما في معجزة إشباع الجموع كان عايز الرب يتكلم للتلاميذ ويعلمهم الدرس دوت، وده واضح في متى أصحاح 6 ومتى أصحاح 8، الرب عامل المعجزة دي مرتين.
المرة الأولانية للـ5000، قال لهم الموضع خلاء والوقت مضى، وأنا خايف أن أنا أصرفهم يمضوا إلى الضياع والقرى حوالينا يبتاعوا لهم خبز ما عندهمش ما يأكلون. فالرب قال لهم، بيقول لتلاميذه في عدد 37 من مرقس 6، أعطوهم أنتم ليأكلوا. أول تفكير جه للتلاميذ على طول، قالوا له كده، أنا أمضي ونبتاع خبزا ب200 دينار ونعطيهم ليأكلوا؟ أول حاجة إن إحنا نروح نشتري خبز. يعني ده ودول ما مثلا ده الحل الوحيد، يعني ده الحل الوحيد بالظبط من وجهة نظرنا. دول أكتر من 20,000 واحد قاعدين علشان يعني نأكلهم بس خبز، نجيب ب200 دينار خبز، الدينار أجرة عامل في يوم. فما يروح يشتري بيه بأجرة عامل في يوم خبز، طب فين؟ ما فيش مصانع، سوري، مخابز علشان يعني تخبز عيش في الوقت ده لكل الناس. كانوا يعملوا اوردر قبليها يعني. هيعدوا على كل الناس اللي عندهم فرن في البيوت يخبزوا لهم بقى، يقعدوا كام يوم عشان يطلعوا كل ده. لكن الرب راح رد وقال كده، كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا. والغريب انه كان السؤال غريب، لكن التلاميذ أطاعوا. يعني بيقول، ولما علموا قالوا 5 وسمكتان، فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقا رفاقا على العشب الأخضر، وصلى وبارك ووزع وفاضت 12 أفة. التلاميذ ما تعلموش الدرس، لأنه رجع مرة تانية في مرقس 8، المعجزة التانية بتاعت إشباع الـ4000. سوري. وقال لهم نفس الكلام، فردوا التلاميذ في عدد 4 وقالوا له، من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البري؟ وكأنهم ما حضروش معجزة إشباع الجموع، وما كان مش كل واحد فيهم شال أفة من الكسر اللي كانت متبقية بعد ما أشبع الرب الجموع. الرب راح كرر السؤال مرة تانية، كم عندكم من الخبز؟ قالوا 7. فأمر جميعا يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات وشكر وكسر وأعطى تلاميذه ليقدموا، فقدموا للجموع. ما تعلموش الدرس. أما دخل السفينة مع الرب في نفس الأصحاح ده، أصحاح 8، نسيوا في عدد 14، يقول نسوا أن يأخذوا خبزا، ولم يكن معهم في السفينة إلا رغيف واحد. وابتدى الرب يوبخهم بقى، بيقول لهم كده، لماذا تفكرون أن ليس عندكم خبز؟ ألا تشعرون بعد ولا تفهمون؟ حتى الآن قلوبكم غليظة؟ ألكم أعين ولا تبصرون؟ ولكم أذان ولا تسمعون ولا تذكرون؟ وابتدى يفكرهم، حين كسرت الرغيف 5 للـ5000، قام كفة مملوءة كسرا رفعتم، فقالوا 12. وحين 7 للـ4000، كم سل كسر مملوءا رفعتم؟ قالوا 7. فقال لهم، كيف لا تفهمون؟ وكان ربنا بيقول لنا النهارده، انتوا فاهمين انا بتعامل معاكم ازاي؟ عايز اقول لك عزيز مشاهد وانت قاعد قدامنا النهارده، انت فاهم ربنا عايز يتعامل معاك ازاي؟ انت فاهم ان ربنا عايز يحط ايده على اللي بين ايديك دوت ويثمر بيه؟ انت فاهم ان الحل يجي من جوه لبره، مش الموضوع انه تيجي معونه من بره، او يجي شخص يحل الموضوع، اسف، او يجي حد عن طريقه، تيجي النهضة وتيجي البركة ويجي الاستخدام. عايز أقول لك الرب عايز يحط إيده على مواهبك وإيده على المصادر بتاعتك في الأيام ديت، ويقول لك كده، أنا بالـ5 خبزات وسمكتين اللي بين إيديك، أنا بالعصاية بتاعتك، أنا بدهنة الزيت اللي بين إيديك، أصيب الهدف وأملأ الاحتياج. ممكن حضرتك في التحضير يا أساس اللي احنا اللي حضرتك يعني بعتولي عشان أحضره، كاتب جملة جميلة قوي بتقول، الله يريد أن يستخدم ما عندنا ليسدد الاحتياج ويثمر من خلال مواهبنا، فنكون بركة لمن حولنا. أمين. فجملة جميلة جدا ولفتت نظري أو وقفت عندها، أنه يعني لو هنطبقها بقى على اللي احنا قلناه النهاردة على دهنة الزيت، ما هو يعني هي مش شايفة، هو ده اللي عندها، ورب خد اللي عندها وأثمر بيه وباركها وسدد الدين. التلاميذ كان اللي عندهم إيه؟ الخبزات القليلة اللي رب أخده وأثمر بيه، ومش بس أكل التلاميذ الـ12، أكل 5000 ما عدا النساء والاطفال، و4000 ما عدا النساء والاطفال. يعني قد ايه جمله جميله جدا، هقولها تاني لاحباء المشاهدين، الله يريد ان يستخدم ما عندنا ليسدد الاحتياج
ويثمر من خلال مواهبنا فنكون بركة لمن حولنا. وزي ما الأسيس حط التحدي قدام كل واحد فينا النهارده، بحط التحدي ده بالإيمان مع كل واحد من أحباء المشاهدين السامعين النهارده، نفكر في الكلام دوت واحنا بنسمع الحلقة مع بعض. امين. امين امين. في ترنيمة حلوة على ال على الكنترول في كنت البريك براجعها من شوية. تحب ناخدها دلوقتي أسيس؟ بيقول كده المرنم: الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام، كلمة ثابتة وعدك حق وأنت على وعدك سهران. ما هو أنت رب مش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان، صادق أمين مش هقبل شك، أصلك أمرت ومش ندمان. نفسي يا عزيزي المشاهد قبل ما نكمل الحلقة النهاردة، إيمانك وثقتك في الله يبتدي يعلى ويكبر ويزيد، ويرفض الفشل ويرفض الإحباط ويرفض التحديات اللي ممكن مخليك خايف ومرتعب وقلقان وخايفة وقاعدة وحاسة إنه مفيش أي أمل من ناحية المستقبل، أو خايفة على الناس اللي في أراضي بعيدة وبلاد بعيدة. كلمة الرب إنه حافظ وضامن، كلمة الرب إنه يحط إيده ويشبع، كلمة الرب إنه يبارك في القليل يبقى كتير، كلمة الرب إنه يستثمر مواهبنا فنكون بركة لمجد اسمه، دي كلمة ثابتة. خلونا مع بعض مع الترنيمة دي. الوعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة ووعدك حق وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان، صادق أمين مش مقبل شك، أصلك أمرت ومش رح يزول عنك إحسان. بالنعمة تسند ضعف القلب، وبكلمة تشفي من الأوهام، الخوف تقابله بأمر الحب تزيله فيزيد يا رب بنترجاك.
الكارما هلو؟ في قناة الكارما بتوصلنا آلاف المكالمات كل شهر، ومع كل مكالمة تليفون ممكن تتغير حياة شخص أو عائلة. بدعمك لقناة الكارما تكون بركة لنا ولآخرين. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. مرحبا بكم مرة ثانية أحبائي المشاهدين. موضوع حلقتنا النهاردة هو حياة الإيمان وتعاملات الله، وبنتكلم مع حضراتكم من أمثلة كتابية، وقرينا مع حضراتكم من ملوك الثاني 4:1-7 عن مثل الأرملة ودهنة الزيت. بنكمل الحلقة مع حضراتكم وخليكم معانا، اسمعوا قد إيه الرب ممكن يشجع ويشدد نفوسنا النهاردة من خلال كلمته. برحب حضرتك مرة ثانية أسيس وسام، مبسوطين جدا جدا وجود حضرتك معانا. أهلا بيك يا أختي منى، أهلا بيك وحضرتك كمان. ويمكن احنا اتكلمنا قبل الفاصل عن ازاي ان الله ممكن يستخدم الحاجة البسيطة اللي عندنا علشان يسدد بيها الاحتياج ويبارك اخرين ايضا. لكن في حاجة مهمة قوي في المثل اللي احنا قريناها، او في المعجزة اللي نقدر نقول عليها معجزة اللي احنا قريناها، ازاي انه رجل الله إليشع طلب من الارملة ان هي تجيب اوعية. ايوه، قال لها هاتي اوعية. فلو نتكلم في النقطة دي، ليه قال لها هاتي اوعية؟ هو الأول بيوضح لنا أنه الله بيستخدم دهنة الزيت اللي عندك، لكن ده دور الله، ده تعامل الله، أنه هو يمسك الموهبة بتاعتك ويمسحها ويحط عليها مسحته ونعمته ويثمر من خلالها. لكن دوري أنا بيبان في الحتة دي، أنه قال لها كده: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج، من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي. أنا بحس الأوعية دي إشارة إلى إيمان الأرملة نفسها. إذا هي صدقت في كلام إليشع رجل الله وقال لها روحي استعيري أوعية، الموضوع مش سهل. يعني تخيل إنه دي قارية صغيرة وهي هتروح تخبط على كل باب، ولو سمحتي أنا عايزة حاجة، وعاء فاضي من عندك، أنا عايزة جردل، أنا عايزة تشت، أنا عايزة معون، أنا عايزة مش عارف إيه، أنا يعني، وتبتدي تلم الأوعية دي. موضوع ملفت للنظر جدا، غريب غريب. بعد شوية الناس كلها تلف تجري وراها، تمشي وراها. ما يكفيشوا بقى اللي عدت عليهم كلهم يعني. لأنه بعد شوية طبعا عدت على البيوت كلها وخدت كل الأوعية الفارغة ودخلتها البيت عندها، فتبتدي الناس تجري وتبص تشوف في إيه وتيجي تتفرج والكلام ده كله. فإذا ما كانش عندها فعلا الثقة في كلام رجل الله انه الاوعيه اللي هي هتلف تلمها ديت من عند كل الناس، والموضوع ده اللي هيتنشر في البلد كلها، والاعلان ده اللي هيحصل انه ده فعلا الله هيعمل كده، مش هتقدر تعمل كده اولا، ومش هتقدر تنال المعجزه. عايز اقول انه ايماننا في الله، الايمان العملي بقى، مش الايمان اللي احنا بنعرف نتكلم فيه كويس قوي عن ربنا ومجرد كلام، لكن الإيمان الفعلا الحقيقي هو اللي يقدر يوصلني للنقطة دي. في ناس تعرف تتكلم عن الإيمان كويس، مريم، مرسى مثلا، أخت العازر، لما كان المسيح رايح عشان خاطر يقيم العازر، كان العازر مات، أما قابلته حصل بينه وبينها حوار، تحس إن هو بتعرف تتكلم عن الإيمان كويس. بيقول لها، بتقول له: لو كنت هنا لم يموت أخي، ولكني أعلم أن كل ما تطلبه من الله يعطيك إياه. في يوحنا 11 الكلام ده. قال لها: سيقوم أخوك. قالت له: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. الرب رد عليها وقال لها: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قال لها: يا مرسى أتؤمنين بهذا؟ ما كنتش قادرة تصدق مرسى أنه الله المسيح اللي يعرفوه اللي اختبروه يقدر يقوم العازر. حست أنه المشكلة ماتت لأنها دخلت القبر وتقفل عليها الأربع أيام، فالموضوع انتهى. عما وصلت عند القبر والرب بيقول ارفعوا الحجر، قالت له: يا سيد قد أنتن.
بقاله 4 أيام الموضوع انتهى وخلص. انت بتفتح موضوع مات، انت بتفتح الجرح مرة تانية ليه؟ فالرب كان بيرد عليها بكل وضوح، ولا ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله. اوعي تكوني واوعى تكون بتتكلم عن الايمان كويس وبتعرف تتكلم عن الايمان كويس، لما يجي واحد يخش في ضيقه او مشكله او موضوع تقول له لا ربنا هيتداخل، لا ربنا هيعمل معجزه، لا هنصلي وهنشوف ايد الرب، ولما يجي يحصل معاك موقف معين في تحدي او في ضيق او في اعلان للايمان ومحتاج انك تعلن فيه ايمانك، انا عايز اسالك بقى انت قادر فعلا تعيش الكلام اللي انت بتقوله ده ولا هو مجرد كلام؟ هنا الأرملة كانت صادقة جدا وقبلت التحدي ده، قبلت إنها تروح تستعير أوعية من كل الجيران، وإنه فعلا مدام الله وعد يبقى الله أمين. عايز أقول إنه الإيمان الحقيقي هو إيمان فعلا بيصدق في الله ويصدق في الأمور الغير منظورة، زي ما بيتكلم عنه في عبرانيين 11 واحد بيقول أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى. لسه كنت أقول لحضرتك. والإيقان بأمور لا ترى. لا ترى، مش موجودة، مش باينة في الواقع المنظور، لكن بالإيمان أنا قادر أشوفها وقادر أشوف إنها بتتحقق. نزفة الدم لما راحت للرب يسوع بيقول عنها الكتاب إنها أنفقت كل معيشتها وصارت إلى حال أردى. ولم تنتفع شيئا. خبرة فشل. راحت عند كل دكاترة، أنفقت كل اللي عندها ورجعة بخبرات فشل إنها إلى حال أردأ، تعبانة وضعيفة والرب حوالينا ناس كتير والدنيا زحمة، مفقودة كمان من المجتمع، لازم تنعزل وتعيش لوحدها، فالمجتمع رافضها. أيوة. ملهاش حياة اجتماعية، ملهاش، مش هينفع تعيش وسط الأسرة، فمش بس ألم جسدي وخسارة مادية كمان، لكن ألم نفسي، ألم وانعزال من رهيب. كل ناحية يعني رهيب. لكن قوة إيمانها اللي حركتها إنها تزاحم الجموع، يعني تخيل إنه رب بيسحموا الناس من كل ناحية، وإنه دي بتعدي، واللي ممكن يضربها بكوع واللي يزقها وتقع وضعيفة مفيش فيها قوة إنها تقدر توصل لغاية الرب، لكن إيمانها كان بيقول لو مسست ولو ثيابه شفيت. إيمانها بيقول إنه مش لازم يكلمني، مش لازم يبص في وشي، مش لازم يحط إيده عليا ويصلي لي، لا ده بس إن أنا أروح لغاية عنده وألمس هود بثوبه أنا متأكدة إن هنال معجزتي. والرب نفسه قال قوة خرجت مني، مين لمسني؟ قالوا له الناس حواليك من كل ناحية، أنت بتقول مين لمسك إزاي؟ موضوع يعني زحمة يا رب وعايزين نروح نشوف ابنة ييروس، خلينا مستعجلين، الراجل يعني قال لا لا لا، في حد لمسني لمسه مختلفه. yes. اللي لمسني اللمسه دي سحب قوه كده طلعها مني، ايمانه المغناطيس بتاعه سحب مني قوه، والقوه اللي خرجت مني دي عملت معجزه، ولما جات له قال لها ايمانك قد شفاك سابي بسلام. yeah. ودي نقطه مهمه حضرتك اثرتها، ان هي ما فكرتش ان هي هتروح، لا هو هيشوفها ولا هيحط ايده عليها ولا هيقول كلمه ولا يصلي لها ولا اي حاجه، لكن في حاجه فكرت فكر مختلف خالص عن كل الناس اللي قبل المسيح. يعني راحت ولمست هود بثوب، وايمانها ده معجزتها. انا فاكر مره، يعني بحب احكي اختبارات، يعني فاكر مره كنا في قافله وجالي، كنا بنتكلم عن الرب وتعاملاته وازاي انه الله يقدر يلمسك بالايمان، وابتدينا نصلي للناس في نهاية الخدمة والفريق وأنا، وجالي ولد صغير كده عنده 7 سنين، احنا كنا في قرية في الصعيد فلابس جلابية فمش باين يعني بالظبط ايه، أنا شايفه واقف فاكره بيتفرج على الصلاة يعني، بس جه قال لي أنا عايزك تصلي لي. بقول له مالك؟ فرفع الجلابية بتاعته لقيت إن ركبته ما بتتحركش. يمشي على طرف صوابعه، صوابع رجليه كده، وركبته مش بتتفرد للنهايه خالص. بقول له ايه اللي حصل لك؟ قال لي وانا صغير اخذت حقنه غلط، ومن ساعتها وانا رجلي ما بتتحركش. انا كل اللي في ذهني انه ابتديت اتالم جدا من الجهل اللي يوصل حد يدي حقنه غلط بالمنظر دوت ويخلي طفل زي ده يعيش طول عمره عاجز بسبب غلطه زي دي. لكن هو طلعني من كل الأفكار بتاعتي دي بعبارة في منتهى القوة، قالها
قال لي انا عندي ايمان ان الرب يسوع حبيبي. اللي كنتوا بتتكلموا عنه النهارده حبيبي. يقدر يلمسني ويشفيني. انا فوجئت، انا فوجئت انه طفل زي ده بيقول كده. قلت له معلش قول مره ثانيه. شجعني عشان اصلي بقى، انا اللي محتاج شجع ايماني بقى. فابتدى يقول لي كده، انا عندي ايمان ان رب يسوع اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنه النهارده يقدر يلمسني ويشفيني. انا قلت للولاد تعالوا، الولد ده انا متاكد انه الرب هيتعامل مع ايمانه، قلت للفريق يعني. تعالوا نصلي معاه، وانا عشان اشوف بقى ربنا هيتعامل مع الولد ده ازاي. قلت له يا رب كده انا عايز اشوف انت هتتعامل مع الايمان ده ازاي. فانا حطيت ايد على ركبه الولد من فوق وايد على ركبته من تحت، والمجموعه اللي حاطت ايده عليه واللي مدد ايده وبنصلي كلنا. وانا كل صلاتي وانا بصلي مع الولد ده هو بيقول يا رب يسوع المسني واشفيني، وانا عمال اقول يا رب هشوفك بتتعامل مع ايمان الولد ده ازاي. انا بقى واقف مستني اشوف، انت بتقول للكبار خلي عندكم ايمان الاطفال، انا بقى مستني اشوف هتتعامل مع ايمان الطفل ده ازاي. وفجاه كده الولد بيقول لي انا حاسس ركبتي بتسخن. قلت له تقدر تحركها؟ قال لي اقدر احركها. حركها، اتفردت ركبته تحت ايدي، وابتدى يقوم وقام وابتدى يجري في المكان كله، وشفي شفاء معجزي. مبارك اسمك. بسبب انه عنده ايمان في الله، ايمان لا يقبل الشك ان ربنا هيعمل المعجزه. وعايز اقول النهارده، هل عندك الايمان دوت ان الله يعمل في حياتك معجزه؟ هل عندك الايمان ده ان الله يحط ايده على اللي بين ايديك فيثمر بيه؟ هل عندك ايمان النهارده ان الرب يستخدم الموهبه اللي فيك ويطلقك بيها؟ يمكن عمال تقول ما عنديش حاجه، لكن الله حاطط جواك احشاء رأفات، الله حاطط جواك تضرعات وصلوات من اجل الناس اللي حواليك، الله حاطط جواك انك تصلي وانك تاخد كلمه تشجيع وترفع سماعه التليفون وتصلي مع حد وتدي له كلمه في بدايه اليوم عشان تشجعه. الله مدي لك ان انت تدبر امور كنيسه ربنا، انك انت بس حتى ترتب المكان عشان خاطر الله، عشان خاطر الناس اللي بتيجي تحضر تلاقي مكان مرتب وجميل. الله اكيد حاطط جواك موهبه، حاطط جواك ملكة معينة، وجاي النهاردة يقول لك عندك إيمان إن أنا أحط مسحتي عليها وأصيب بيها الهدف في حياتك؟ عندك إيمان إن أنا أستخدمك؟ أنت اللي بتقول ما عنديش حاجة، أنا في الوقت اللي جاي ده أثمر بيك فتكون بركة للناس اللي حواليك. هو ده اللي عايزين ربنا يتعامل بيه معانا النهاردة. أمين. نعلن إيماننا، يكون عندنا إيمان حقيقي. أمين في اسم يسوع. أمين. ده دورنا، دوره يستخدم دهنة الزيت، دورنا ودي النقطة اللي أنا كنت عايزة أتناقش مع حضرتك إيمان. فيها أنا عليا دور. بالزبط. أنا عليا دور، ما ينفعش أقعد أقول لا ربنا ما عملش، ولا أنا مستني رب لا ما عملش. لكن في حاجة مهمة قوي، يعني زي ما حضرتك قلت إن ربنا بيستخدم اللي عندي عشان يمجد اسمه، وإنه أليشا قال لها روحي هاتي أوعية، مش كده؟ لكن ما بنشوفش الوحي بيقول إن هو راح جاب لها أوعية، وراح قال لها هاتي دهنة الزيت وصب الأوعية وباع الزيت وسدد لها الدين، مش كده؟ اه بالظبط. خلاها هي تاخد ريسبونسبيلتي، تاخد مسؤولية. صح. وتعمل، بتشتغل، تعمل حاجة بإيديها عشان الرب يعمل معجزة، مش كده؟ عشان الرب يسدد الاحتياج. بالظبط. ورب في معجزة التلاميذ قال لهم هاتوا الخبز، ارفعوا الكسر. أي. فأنا بشتغل مع رب، أنا بعمل حتة حتى لو هي قد كده. أيوه. بس الحتة دي هي اللي بتدي الرب الباب او المفتاح ان هو يعمل كل الشغل الكبير ده ويمجد اسمه. فانا ما ينفعش ان انا استعفي، ما ينفعش اقول لا ما انا قاعد كده مستني ربنا، انا مستني معجزه، لا انا عليا حاجه، انا في حاجه ربنا عايز اعملها، مش كده؟ دي خطوه الايمان، الخطوه انه الله قال لك انا احط ايدي، انا امسح، انا ابارك، انا اتحرك، بس انا عليا ان انا اخد خطوه. لما الرب شاف الأعمى منذ ولادته، ما كانش ينفع يحط إيديه على عينين الأعمى ويخلق له عينين؟ ما كانش ينفع؟ كان ممكن. طب ليه يعني صنع طين وحط الطين على عينين الأعمى ويعني وطفل وقفل الموضوع خالص حتى لو كان فيه وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوك. طب يعني الأسهل يا رب والأعظم إن أنت تحط إيدك كده، هنا ما فيش عين، لما تحط ايدك وتشيل ايدك يبقى في عين، تبقى حاجه جميله جدا، حاجه رائعه كمان يعني، وتحس انها مفرقعه كده يعني وحلو.
لكن في خطوة إيمان. إذا أنت آمنت إنه الطين دوت اللي اتصنع منه الإنسان الرب بيجيبه عشان يخلق لك بيه عينين، إذا آمنت ورحت لغاية برجة سلوام وابتديت تاخد من المية وتغسل عينيك، هتنال الشفاء وهتنال معجزتك. أنا محتاج إن أنا آخد الخطوة، مش هينفع ربنا يعمل لي كل حاجة. يس يس، وده النهاردة اللي بنحطه قدام أحبائنا المشاهدين، زي ما حضرتك قلت، ايه الخطوه اللي ربنا عايزنا ناخدها، او ايه الحاجه اللي ربنا عايزنا نعملها، او ايه الحاجه اللي بيشاور عليها عشان رب يلاقي سكه، عشان رب يعمل حاجه ويصنع امر عظيم معايا. امين امين, أمين. أمين. وبنصلي انه رب فعلا يشجع ايمانك لكل نفس، زي ما حضرت الاسيس قال شايفه ما عندهاش ومكسوره ومنتهيه وما فيش امل وما فيش رجاء، رب يقول لك انت عندك حاجة، انت عندك مفتاح، انت عندك في خطوة ينفع تعملها، في حاجة عليك ينفع تعملها، ورب يكمل ويتمجد اكتر واكتر. مشجعكم احبائنا رقم التليفون على الشاشة، برحب بيكم مكالماتكم ومدخلاتكم معنا مع الاسيس. فاذا قال لها روحي وهاتي الاوعية واعملي اللي عليكي، ولما هي عملت اللي عليها الرب عمل اللي عليه. لو هي كانت قالت اصل ما فيش اوعيه، اصل الجرام مش هيرضوا يدوني، اصل مش هينفع، ما كانش المعجزه هتاخد كل الخطوات الجميله دي وتتم. لكن في نقطه مهمه كمان، قال لها اغلقي الباب. ليه ما قالهاش اغلقي الباب وتسيبه مفتوح والناس اللي خدت منه الاوعيه زي ما حضرتك قلت ييجوا ويشوفوا البروسيس وايه اللي بيحصل ومعجزه وكده؟ ليه قال لها اغلقي الباب؟ اغلاق الباب هو ان انا اقفل الباب على المحاربات وعدو الخير واللي بيحاول يحارب بيه إيماني. الإيمان دايما فوق العقل والمنطق والمنظور. زي ما كنا بنتخيل من شوية موضوع أنه راحت خبطت على كل البيبان وجابت الأوعية كلها والناس اتلمت. تخيلي أنه هتمسك كوز دهنة الزيت. الزيت هو كان بيتحط في كوز زمان. فما تمسك الكوز دوت وهو فاضي وتبتدي تصب في اوعيه فاضيه. طب ايه اللي هيحصل؟ الناس هتضحك. انا بتخيل انه الناس هتبتدي، ناس تقول يا حرام، من كتر الاحتياج بتاعها ابتدت عقلها يتلحس بالموضوع، مش عارف، واللي يقول معلش هي اعصابها اصلا متوتره يا جماعه، اصلا تعبانه، اصل عيالها هيروحوا من ايديها، مش عارف هتعمل ايه. وكل واحد هيبقى بكلمته، واحد ممكن يكون زعيم شويه يروح طالع يقول له طب يلا يا جماعه معلش كل واحد ياخد الوعاء بتاعه وخلينا نروح ونهديها كده، بس هي تقعد شويه، واحده تعمل لها معلش حاجه سخنه عشان تشربها وخلاص وربنا يتداخل والكلام ده كله. عايز اقول انه الله لما بيقول لي اقفل الباب، بيقول لي اقفل الباب على الناس وكلام الناس واراء الناس، لانه الايمان دايما مش بيتوافق مع ارائنا، مش بتوافق مع المنطق بتاعنا. دايما كل واحد فينا بيبقى عنده وجهة نظر في الموضوع. يعني ما افتكرش انها لو شاركت اي حد من اصدقائها، ده رجل الله إليشع قال لي هاتي أوعية ودهنة الزيت دي هتملى الأوعية والكلام ده كله، كان حد يوافق خالص يعني. خالص. إن وافق واحد في 100 ولا في 200 واحد مش هيوافقوا. إذا حد قال بحسب إيمانك ممكن يقول لها كده يعني عشان ما يوقفش في طريق ربنا يعني. لكن الأغلبية هتقول آراء وهتقول حاجات اللي بيها تخلي إيمانها يضعف وتشك. عشان كده بيقول لها اقفلي الباب. اقفلي الباب. اقفلي على افكار العالم واراء العالم. وهي عندها كلمه من الرب يعني. هي خدت كلمه وخدت حاجه من الرب لازم تمشي عليها. اقفل كمان الحواس. يعني دايما حاسس بالخوف، حاسس بالقلق، حاسس الموضوع مش هيحصل، حاسس الموضوع مش هيتم، حاسس. المشاعر ديت دايما تبقى ضد ايماني. سامع اخبار مش كويسه، سامع حاجات عكسيه، شايف النيوز، شايف الاخبار والبتاع واللي بيحصل والكلام ده كله، واخواتنا المدامات عندهم الحاسه السادسه والسابعه والتاسعه ويجيبوا ابعاد كده يعني الواحد ما يتخيلهاش. الاخوات زعلوا مننا قوي كده النهارده. لا بس ده الواقع يعني، دايما يبقى عندنا كده يعني ابعاد بعيده شويه. احيانا الحاسه السادسه، ماليش دعوه بالسبعه خالص، السادسه احيانا بتصدق يعني. فعلشان خاطر اعلن ايماني زي ما كان بيتكلم في مزمور واحد،
يعني بيقول كده: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة، لم يقف ومجلس المستهزئين لم يجلس. لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. وبعدين فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمارها في أوانه، ورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. حاجة غريبة يعني. هل في واحد كل حاجة بيعملها بتنجح؟ هل في واحد كل حاجة بيعملها بتنجح؟ طب اللي بيقولوا الكتاب ده إيه يعني؟ هنوديه فين؟ اللي مزروع عند كلمة ربنا واللي مغروس عند الكلمة بقى سراجه الكلمة، بقى القانون بتاعه الكلمة، بقت العصارة اللي بتمشي في أعماقه وفي كيانه كله هي كلمة ربنا. فبيفكر بحسب كلمة الله، وبيتصرف بحسب كلمة الله، وبيمشي بحسب كلمة الله، وبيصلي بحسب كلمة الله. أتوقع النتيجة الحتمية أنه اللي هيعمله هيكون بحسب مشيئة الله وبحسب كلمته، فهينجح. ده قافل الباب، ده مش قاعد بيشارك كل حاجة، حتى أموره الروحية وحتى كل حاجة بيشاركها مع المجتمع ومع الناس اللي حواليه ومع الدنيا، وهي نشرة أخبار يعني. ما فيش العلاقة اللي بين الله وبينه الشخصية القريبة اللي فيها يعلن الله من مكنولاته ليه، واللي فيها يعلن تحدي إيمانه، ويبتدي يصلي بالأمور العظيمة دي، ويبتدي وهو قافل الباب وسادد الحواس وهو مش متشوشر يمسك الإناء وبالإيمان الزيت يملى الأوعية. مش كده بيقول لا اقفل الباب. طول ما الناس واقفة عمالة بتتفرج، وطول ما حواسك مفتوحة، وكل ما حاجة متفتحة كده اهوت بالطريقة دي، طول ما في شوشرة على الإيمان مش هيبقى دي في تفعيل، الزيت مش هينزل. لما قفلت الباب الزيت نزل. أمين في اسم يسوع. ناخد مكالمة من مصر. حضرة الأسيس اتفضل معنا. الاخ عريان من مصر، حضرتك على الهواء، اهلا بيك، اتفضل. عريان معاكم من بتكلم الزاوية الحمراء، ربنا يبارككم. اهلا وسهلا بيك. لاجل الحلقه رائعه جدا، وعنوان الحلقه جميل قوي قوي. شكرا. يعني انا بتفرج ومبسوط قوي بالاسيس نسان، قد ايه ربنا مستخدمه بكلمات نبوه، وقد ايه هو بيتكلم عن الشخص. ممكن هو في الكنيسه بيروق الكنيسه، او الاختبار بتاع الطفل شدني جدا جدا جدا. عشان كده أنا بصلي لأجل أمريكا وأجل اللي بيحصل في أمريكا، يا رب في اسم المسيح يحفظهم. اسمحي لي أن أصلي لأجل كل شخص مريض الآن بعد إذنك. أمين يا خالد. اتفضل. يا رب أنا بشكرك لأنك تستطيع كل شيء ولا يعصى عليك أمر يا رب. بشكرك لأنك أنت بتعلمنا الأيام دي الإيمان يا رب، والإيمان هو في شخصك القدوس يا رب يسوع. يا رب أنا بشكرك لأنك تستطيع كل شيء ولا يعصى عليك أمر. يا رب أنا بصلي لأجل كل شخص مريض يا رب، بحدد طلبتي يا رب. كل شخص بيتألم يا رب في العظام يا رب يسوع. يا رب كل شخص بيتألم في ظهره أو في رجليه أو في في أي ألم في العظام يا رب، في اسم المسيح قاد انك تقيم العظام اليابسة يا رب يسوع. يا رب الان كل شخص بيشاهدنا بيتالم في ظهره او رجليه، في اسم يسوع المسيح قاد انك توصل ليه بالايمان يا رب يسوع. يا رب في اسم المسيح برجو كل مشاهد بيشوفني الان في اسم رب يسوع يصدق الان يوصل ليه شفاء، لان الرب يسوع الان موجود في اسم يسوع. يا رب انا بشكرك لانك تصنع عجائب، لانك انت بتقدسه يا شعب، لان غدا اصنع فسقكم عجائب. يا رب انا بشكرك لان الايام اللي جايه فيها مجد، لأنك أنت فوسطة فلم تزعزع. في اسم يسوع المسيح بشكرك لأجل خدام الكرمة رب يسوع، استخدمهم واحفظهم في اسم يسوع ولكل الناس. أمين. 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 أنا آسف أن أنا طولت عليكم. حقكم عليكم. عريان خالدك صديق لقناة الكرمة، وبنرحب باتصالك بينا في أي وقت. ربنا يباركك ويبارك صلاتك ويستخدم صلاتك دي بركة لناس كتير في كل أنحاء العالم. رب فعلا من خلال صلواتك دي رب يوريك معجزات وآيات غير عادية. ربنا يباركك. أمين أمين أمين. شكرا لاتصالك بينا. شكرا. شكرا ليك. ناخد مكالمة أخرى معنا. الأخ مجدي من نيويورك، حضرتك على الهواء، أهلا بيك. ألو، مساء الخير. مساء النور. إزيك يا أخت منى؟ أهلا وسهلا بحضرتك. إزيك يا أسيس يسام، منور الشاشة. أهلا أخ مجدي، الله يباركك. إزيك حبيب قلبي. نشكر رب، الحمد لله. أنت اخترت موضوع جميل جدا جدا، ونحن في احتياج هذه الكلمات. أمين. والرب يباركك ويستخدمك ويجعل الكلمات دي تشجيع لنفوس كتير. أمين. وللناس تزيد إيمانها بشخص الرب يسوع. وأنا بشجعك جدا في الكلام اللي بتقوله والعنوان اللي انت اخترته. شكرا. ورب يستخدمك حبيبي في كل مكان.
مش بس في الشاشة لكن في جميع الكنائس اللي بتزورها. واحنا شكرا. بنتبارك لما تيجي كنيستنا على فكرة. ربنا يباركك. ربنا انا اللي يحافظ بتبارك في عليك وسطيك حبيبي وربنا ويحفظك من يباركك. كل شر ومن كل عايش. شيء بالشر، ويحافظ عليك ويديك صحة ويباركك ويستخدمك بقوة في كل مكان لمجد شكرا اسم حبيبي. المسيح. شكرا حبيبي، ميرسي جدا، ربنا الرب يباركك. يباركك شكرا حبيبي. جزيلا، شكرا، ربنا معاكم. شكرا 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 لك يا نورتك اخ لينا. مجزي، ربنا امين، يكون بيبارك. ربنا معاك يا حبيبي، ميرسي. شكرا لاتصالك اخ مجزي وربنا يباركك. برحب بيكم احبائنا، رقم على الشاشه، برحب مكالماتكم ومدخلاتكم طلبات صلاه بتاعت حضراتكم معانا على الهواء دلوقتي. نرجع على تاني اساس كنا بنتكلم عن نقفل الباب، نقفل الحواس. طيب هل معنى اقفل الحواس يبقى انا بقى هلغي بقى كل حاجه واقول لا انا لا هسمع ولا هشوف ولا هفكر ولا اعمل اي حاجه وهي كده المعجزه هتحصل وخلاص؟ هل ده المعنى اللي حضرتك بتقصده لا وانا بقول ان انا هقفل باب الحواس؟ لا طبعا، ما اقصدش كده، ما اقصدش الاستسلام وان انا ايوه قاعد كده ده بس اللي انا عايزه اقوله بس مش عارفه اجيب مستسلم الاستسلام. يس للموضوع، يس اذا تمت خلاص ما تمتش. لا لا، انا بس بقفل كل ما هو بيحارب ايماني، بيشوشر على ايماني. او بيحارب اني ثقتي تتهز في الله. لما يكون عندي ثقة في حد، ويجي واحد مثلا يكلم عن الشخص دوت كلام عكسي، ويقول مثلا لا فلان دوت لا 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 مش هيقدر يعمل كذا كذا، لو انا واثق فيه كويس قوي هعرف ارد اقول لا انا متأكد ان فلان هيقدر يعملها، لاني انا عارفه وانا اختبرته قبل كده، فانا عارف ان فلان يقدر على الموضوع الفلاني. قدرت اقول كده لاني واثق، فقدرت اقفل الباب. الكلام ما شككنيش او ما خلانيش ابتدي افقد ثقتي في الشخص اللي انا يعني متاكد من امكانياته ومن قدراته. بالظبط كده مع ربنا، اذا انا متاكد ان الله قادر، اذا انا متاكد انه ربنا ما عندوش حاجه كبيره او حاجه صغيره، ما عندوش احتياج كبير وما عندوش احتياج صغير، ما عندوش ده محك كبير قوي وده محك يعدي. الامور مع الله مش كده. احيان كتير لو انا احتياجي مثلا مبلغ صغير ينفع اتصرف فيه من حد، او ينفع اتصرف فيه، انا بدي مثل يعني، ينفع يعني اخلص الامور باي شكل او كده، فبحس انه ايه حتى مش محتاجه صلاه يعني، ربنا بيسهلها ونعرف نتصرف فيها. لكن لو انا احتاج حاجه كبيره قوي احس انه ايه لا ده انا محتاج اصلي ومحتاج ومحتاج، لانه ده مبلغ ما ينفعش استلفه، ده موضوع ما ينفعش اتصرف فيه لوحدي. عايز اقول الثقه في ربنا، ربنا خالق الامور دي كلها والاشياء الماديه دي، الله فوق الماده والله فوق الـ 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 الكبير والصغير. كل حاجه عند الله بكلمه قدرته كانت كائنه وخلقت. فاذا ما فيش عند ربنا كبير وصغير، في لغه اسمها لغه الايمان والثقه فيه، انا مصدق ولا مش مصدق. انا عايز الفت نظرك لحاجه هنا، امتى الزيت وقف؟ لما الأنية خلصت. طب لو كان في قد الأنية دي مرة تانية كانت اتملت ولا ما اتملتش؟ كانت هتتملي. بالظبط كده، ده اللي أنا عايز أقوله النهاردة، إنه على قد إيمان الأرملة على قد ما خدت من ربنا. لو يعني كان لو كان عندها عندها قد الأواعية دي قد ثلاث الأواعية مرات دي كانت مرتين هتتملي. ثلاثة تاني كانت اتملت، لكن هي بقدر ما جهدت إنها تعلن إيمانها وتجمع أوعية، بقدر ما ربنا إداها إن الأوعية دي اتملت. ف بقدر ما انا بجاهد ضد الاصوات اللي ممكن تاثر في ايماني وضد الحاجات اللي ممكن تحبط من ثقتي في الله، بقدر ما الله هيديني. زي ما كان بيتكلم وبيقول في سفر اشعياء، اوسعي مكان خيمتك. احنا بناخد النبوات دايما بطريقه روحيه لحياتنا يعني، ولتبسط شقق مساكنك لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار ويرث نسلك امما ويعمر مدنا خاربه. تمتدين الى اليمين والى اليسار، بيقول له وسع مكان الخيمه. لو انا كانت يعني طموحاتي ان اوسع مكان الخيمه 2 متر الناحيه دي و2 متر الناحيه دي، هو ده اخري، هي دي اخر امكانياتي، هتتملي على قد الامكانيه بتاعتي. اذا انا امكانياتي اكبر من كده وشايف في الايمان حاجه أعظم من كده، فأنا بوسع الخيمة بتاعتي من كل النواحي ومن كل الجهات، وابتدي أبني وابتدي أعلن إيماني وثقتي في الله أنه يجي يعمل أكثر جدا مما أطلب أو أفتكر، هيكون ليا.
يعني خلينا فعلا يعني نبقى صادقين مع انفسنا في الامر ده، انا واقف فين في الموضوع. امين. ويمكن قبل ما ناخد فاصل ترنيمه تانية مع الفريق حاره الاسيس، حضرتك كنت في التحضير برضو ذكرت مثل كتابي مهم نحاميه، وهو بيبني السور. جاله كلام وسمع كلام واتقال كلام، لكن لو حضرتك تقول لنا كان نحاميه موقفه ايه من الكلام ده تأييدا الفكرة اللي حضرتك بتقولها لنا دلوقتي، كان موقفه ايه من الكلام اللي بيتقال حواليه من الاراء من الفلسفات من كل حاجه كانت حواليه وهو كان عمل ايه؟ نحاميه لما جيت طوبيا العبد العموني وجاشم العربي والناس دول وابتدوا يقولوا ان ما يبنونه اذا صعد ثعلب فانه يهدم حجاره حائطه. كلام مش متركب يعني، اللي بيبنوه ده لو طلع عليه ثعلب هيهد الحجاره بتاعت الحائط بتاعه، عمر ما ثعلب طلع على حجر قلبه يعني او مشي على الحيطه او عمر ما ثعلب طلع مشي على الحيطه. برافو عليك. يعني فبالظبط كده. يعني خليني اقول انه حتى الامور اللي بتيجي علشان خاطر تحبط ايماننا، لو انا اديت لنفسي بس فرصه ان انا افكر فيها واخدها يعني بالراحه، الاقي انها غير منطقيه. غير منطقي انه يعني هو طبعا يعني اشاره الى انه يعني السور ده هزيل جدا، واللي بتعملوه ده حاجه ضعيفه وقليله، واي حد ممكن ينفخ فيها تقع والكلام ده كله، وان هم شايفين انه ده يعني ابدا عمره ما ينفع اللي بيبنوه ده انه يكون سور اورشليم. لكن نحاميه لانه متمسك واخد رؤيه من ربنا ابتدى يبث الايمان في الشعب، وابتدى يقيم ناس تقف تحرس وناس تبني وتمسك الاسلحه، وابتدى يسهر وبيقول ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. فانا محتاج ان انا اقفل الابواب، انا محتاج ان الحرب دي ما تاثرش فيا، انا محتاج ان الحاجات اللي بتلعب على الاوتار الحساسه في حياتي ما تاثرش فيا. اذا في امور معينه اول لما بسمعها او اول لما بتتحط قدامي على طول بتحبط عزيمتي وعلى طول بتصيبني بالاحباط والفشل، انا محتاج ان انا اقفل الباب في الحته دي. اذا في امور بتاثر دايما على عواطفي ومشاعري وتخليني اقفل وتخليني احس بالمراره والتعب والالم، انا محتاج ان انا اغفر، انا محتاج ان انا اقعد قدام ربنا والله يطلق مشاعري، وان انا اسد الباب وما اخليش اي حاجه تيجي تولع النار اللي جوه زياده، واسد وداني عن كل الكلام اللي ممكن يجي يولع المواقف جوه اعماقي ويخليني مانيش قادر ان انا اطلع من الحته دي وانا مربوط وعايز اتفك واتحرر. عايز اقول انه في جزء احنا محتاجين نجاهد فيه، اغلاق الباب ده محتاج جهاد. يعني احيانا كتير بنعلن ايماننا في الله وقادرين نعلن ثقتنا في ربنا، لكن ما احناش قادرين ان احنا نقفل الابواب ديت. ايوب زوجته قالت له بارك الله وموت او العن الله وموت بحسب الترجمات، لكن كان عنده ثقه انه الهه كل اللي بيعمله خير، ورد عليها قال لها تتكلمين كلاما كاحدى الجاهلات. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده اصلا؟ يعني ايه اللي انت بتقوليه دوت؟ يعني كانه ما اثرش فيه، بالرغم من انه الكلام مع اي حد مليان تجارب بالمنظر دوت، وهو نفسه في جسده وكل المفروض هو اللي يقول كده مش هي. يعني بالظبط كده، لكن ثقته وايمانه في الله كان عظيم جدا، ان هو قدر يقف، قدر يقفل الباب على حاجه زي كده. امين امين يا استاذ. عندي ايه، اتفضل. عندي ايه احب اشارك بيها في سفر الجامعه اصحاح 8 وعدد 5. الايه دي انا حاطط عليها علامه في كتابي، ونفسي كل واحد يحطها قدام عيني. يقول كده في جامعه اصحاح 8 عدد 5، يقول حافظ الوصيه لا يشعر بأمر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم.
يعني ايه؟ يعني الانسان اللي حافظ وصيه الله، والانسان اللي عارف طرق الرب، واللي في علاقه وشركه بينه وبين الله، الابواب دي لما تتفتح عليه والحاجات اللي ممكن تضعف ايمانه دي والتحديات، مش تحدي بالنسبه له، بيقول كده ما عندوش حاجه صعبه، لا يشعر بامر شاق. حافظ وصيه الله ما عندوش حاجه صعبه. يعني لو انا عندي لسه صعوبات وتحديات كده ومانيش قادر ان انا اعدي فيها، يبقى انا لسه محتاج ان انا ادخل لعمق علاقه وشركه مع الرب. كل ما احفظ وصيه الله، كل ما اتعمق فيها اكتر، كل ما ابقى مغروس عند مجاري الملايه، مش هيكون عندي حاجه صعبه مهما كانت صعبه. اللي كان بيعدي فيه ايوب ما كانش سهل، اللي كان بيعدي فيه نحاميه ما كانش سهل، اللي عدى فيه اناس في تحديات ايمانهم لما الرب طلب من ابراهيم ان هو يقدم اسحاق ابنك وحيدك الذي تحبه، ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق، وده ابن المواعيد اللي كان منتظره بقاله سنين العمر كلها. ليه ابراهيم بمنتهى السهوله اخذ اسحاق؟ يمكن الامر مشقه بالغه جدا وهو بيتقطع من جواه، لكن قدر ان هو يتجاوب، وقدر انه ياخده من ايده ويطلع بيه على الجبل اللي ربنا ورهوله، وقدر يأيده ويحطه على الحطب ويرفع عليه السكين لغايه لما الله ابتدى ينده عليه. ابراهيم اول مره ما نزلش السكين، ابراهيم الان علمت انك خائف الله، وكانه بيقول له ايه؟ انت مش حد تاني، انت ما تفكرش انك انت بتتخيل او بتتهيأ ان انا بنادي عليك، لا انا خلاص عرفت ان انت خائف الله. عايز اقول انه لو ما فيش العلاقه الحميمه القويه العظيمه اللي بين ابراهيم والله، ما كانش يقدر على تحدي زي كده والله يرد له اسحاق ويرد له بركات اضعاف. امين امين امين. وقبل ما نسمع الترنيمه احب اقول لكل احبائنا، زي ما حضرت الاساس بيقول، اللي ربنا كان طالبه من حاميه مش سهل، واللي كان بيعدي فيه ايوب ما كانش سهل، اللي بيعدي فيه ابراهيم ما كانش سهل، ويمكن اسمع حد بيرد يقول واللي انا كمان بمر بيه مش سهل. اللي انت بتمر بيه مش سهل، لكن معاك اله محب واله رحيم، اله حنان بيسمع الصلاه وبيشددك وبيقويك وبيسندك وبيقف جنبك عشان تقدر تكمل تسلك بالإيمان وتمجد اسمه في حياتك. خلونا نسمع الترنيمة دي ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. وسط همومي
ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. مرحبا بكم مرة ثانية أحبائي المشاهدين، وحلقة أكثر من رائعة عن تعاملات الله معنا، عن حياة الإيمان وتعاملات الله. وقبل الفاصل اتكلمنا عن حاجات كثيرة جدا، عن أمثلة كتابية، وعن إزاي إن احنا نقدر نسلك بالإيمان بالرغم من صعوبات، بالرغم من تحديات، بالرغم من حاجات كثيرة بتواجهنا ممكن تكون بتعطلنا أو بتعوقنا عن احنا نقدر نسلك بالإيمان مع الله. رحب بيك مرة تانية أسيس يثام. أهلا بيك وشكرا لوجودك معنا. واتكلمنا في حاجات كتيرة جدا قبل الفاصل، لكن في نقطة مهمة جدا برضو، وإحنا بنكمل في القصة مع رجل الله إليشع ومع المرأة ودهنة الزيت. إن هي بعد ما الأوعية اتملت ما خدتش أكشن من نفسها، ما راحتش تصرفت، رجعت تاني للرب. رجعت تاني تسأل رجل الله الأوعية اتملت والزيت اكتمل، أعمل إيه الخطوة الجاية؟ نتعلم إيه في النقطة دي؟ دي مشكلتنا كتير قوي في مواقف كتير بتحصل معانا. نعلن إيماننا في الله ويبتدي الرب يتجاوب مع الإيمان بتاعنا، ويبتدي ننال معجزة أو أمر، أو الإيمان بتاعنا يفعل، الأوعية بتاعتنا تتملي. الأرملة هنا ما فرحتش إنه الأوعية اتملت، خلاص أروح أتصرف زي ما أنا عايزة، أبيع الزيت أو أديه للراجل مقابل الدين أو إلى آخره، لكن سابت الحاجة كلها زي ما هي وكأن شيئا لم يكن، وقفلت الباب وراحت عشان تسأل رجل الله الخطوة الجاية إيه. وعايز أقول إنه دي مشكلة كبيرة قوي بتقابلنا في تعاملاتنا مع ربنا، إن إحنا في بعض الأمور بص لقي نفسنا إحنا بنروح مكملين. بتوع غلاطيا كان بولس بيوبخهم وقال لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، بعدما ابتدأتم بالروح تكملون أيضا أو تكملون الآن بالجسد؟ غلاطيا 3:3. إزاي بعد ما ابتديتوا بالروح وإزاي بعد ما أخذتوا خطوات من الله جايين دلوقتي تكملوا بالجسد؟ طبعا أنا لما ابتدي أخذ أنا الخطوات بنفسي أبتدي ألخبط الأمور، لأنه الله دايما بيبقى لي خطة ومشيئة زي ما كنا بنتكلم وكنت بتتكلمي في البداية، وما أبعد أحكامه عن الفحص. ومهما بعقولنا ومهما بتخيلاتنا وتطلعاتنا حاولنا أن احنا نتوقع اللي جاي ونكمل احنا بعضلاتنا وبتكلنا على نفسنا، ما هنقدر أبدا أن احنا نكمل زي ما هو شايف وزي ما هو عايز. فبيعجبني قوي انه هي مش عايزة تاخد اي خطوة في الموضوع الا لما تسأل الرب. وعايز اقول عايز تعيش حياة منتصرة فعلا، وعايز يبقى فيه ارتقاء في علاقتك مع ربنا، وعايز كل يوم تبص تشوف امور الله بيعلنها ليك ويدخلك لعمق شركة وعلاقة معاه، ويعلن ليك أمور عظيمة ويستأمنك على خدمة أعظم وعلى أمور أعظم، محتاج أنك تسأل الرب في كل خطوة وكل موقف. أحس أنه مشاكلنا بتكتر قوي لما بناخد إحنا خطوات بنفسنا. ياما ناس خدت قرارات، وياما ناس استحسنت أمور، وياما ناس باستراحتها الشخصية وبسلامها الشخصي قالت أنا حاسة أن ربنا بيقول لي أعمل كذا كذا، أنا حاسس براحة ناحية الموضوع الفلاني، أنا حاسس أن الموضوع ده من ربنا، أنا حاسس أن الشركة دي من ربنا، أنا حاسس أن الارتباط ده من ربنا، أنا حاسس أن السفر ده من ربنا. وتتلخبط الخطوط لما يكون عندنا إحنا جوه أعماقنا
ميل ناحيه اتجاه معين، انا ببص الاقي ان الخطوط اتلخبطت، ما بقتش قادر اميز ما بين السلام اللي جاي لي من ربنا وبين السلام الشخصي او استراحتي الشخصيه. هي فصلت في الامور وقالت انا يعني اطلع نفسي بره الموضوع خالص واروح لرجل الله. انت قلت لي لمي الاوعيه، وانت قلت لي لما هتقفلي الباب الزيت هينزل والاوعيه اتملت، الخطوه الجايه ايه؟ ده احتياجنا احبائي الوقت ده. يعني بحس قوي يا منى انه ربنا ربنا ما بيقحمش الانسان على خطوه. الله لانه خلقنا باراده حره وخلقنا ان احنا نختار من البدايه، من الخليقه، من بدء الخليقه. لما ادم كان في جنه عدن كان قدامه شجره الحياه وشجره معرفه الخير والشر، كان قدامه كل شجر الجنه عشان ياكل منه. الرب قال له دي ما تاكلش منها، لكن كان في اختيارات تانية، لكن هو قرر انه يسمع لحواء واكل من الشجره. فكان في ممكن ما يكونش اكل من الباقيين كلهم اساسا، يعني ما دقهمش اصلا، هي دي بقى اللي عايز يدوقها عشان الرب قال لا مثلا. صح، ممكن ده وارد جدا. فانا عندي اراده حره، انا بختار ان انا امشي الطريق مع ربنا، انا بختار ان انا اسلم حياتي للرب، انا بختار ان انا اعيش حياه التوبه، فانا بختار. فاذا انا اخترت بارادتي ان انا اخضع مشيئتي واخضع اتجاهاتي انا للي ربنا هيقول عليه، الله هيديني مشيئته. لكن لو انا ما اخترتش، بيحبني وبيسايق من حواليا وحافظني وانا ابن غالي على قلبه وكل حاجه ومش بيعاقبني، لكن انا بتحمل نتيجه الاختيارات بتاعتي. عايز اقول انه حمايه ليا ان انا اقول له بخضع مشيئتي لمشيئتك، بخضع ارادتي لارادتك، انا مش هتصرف من نفسي في المواقف، انا يا رب عايز انت تقودني في الخطوه اللي جايه، انا عايز انت اللي تديني اعمل ايه، اتحرك ازاي. سمعني كلمه خلفي قائله هذه هي الطريق اسلك فيها. وده يجاوب على النقطه المهمه اللي حضرتك قلتها أسيس، سوري لقطع كلامك، اللي هي انا حاسس ان اعمل كده، طب هل ده صوتي ولا صوت ربنا، هل ده اختيار ربنا اختياري. ده يجاوبنا بقى بالظبط الجزئيه اللي حضرتك بتقولها دي، تجاوبني على السؤال دوت. انا بقول يعني بحسب النور اللي وصلني انه المرحلة اللي الله يرد عليا ويعرف يرد عليا ويعرف يوصل لي بالطريقة اللي أنا أفهمها، المرحلة اللي أنا فيها مسلم وعندي استعداد أني أخد منه الرد مهما كان هو إيه. لو موضوع فيه آه ولأ مثلا، أنا عندي استعداد أن أنا أنفذ الآه وعندي استعداد أن أنفذ اللأ. محايد يعني، آه محايد، مش ميال لحاجة، مش ميال لحاجة، آه بس هو يقول أنا مش متمسك بشيء، أنا واقف قدامك يا رب، أنا مش متمسك بحاجة، باخد إرادتي لإرادتك وباخد مشيئتي لمشيئتك، وأنا مستنيك اديني الخطوة اللي بعدها، هيديني الخطوة اللي بعدها. يعرف يكلمني بطريقتي اللي أنا أفهمها، يعرف يكلمك أنت بالطريقة اللي أنت تفهميها، الطريقة اللي تنفع معايا ما تنفعش معاكي، كل واحد ليه تعامل مع الله اللي خلقنا، هو فهمنا وهو حافظ تفاصيلنا وهو يعرف يوصل لنا ازاي. لكن انا بدي له فرصه، اذا انا اديت له فرصه زي الارمله ورحت قلت له اعمل ايه من غير تحيز من غير اتجاه، بيرد رد قال لها كده اذهبي بيعي الزيت واوفي دينك وعيشي انت وبنوك ما بنوك. شوفي الله بترتيبه مش بس أمن لها إنها توفي الدين، لكن كمان أمن لها اللي جاي، عيشي أنت وبنوك بما بقي، يعني اللي باقي ده هيعيشك وهيغطيك وهيسترك لغاية لما تعدي طول حياتك. ويمكن في حتة مهمة أوي أسس، هرجع للشاهد، كانت بتقول له إنه عبدك يخاف الله، يعني وأن تعلم أن عبدك كان يخاف الرب. ف يعني واضح أنه هو كان ماشي برضه سكة إيمان، يعني واضح أنه جوزها كان ماشي سكة إيمان، وأن العلاقة مع الله كانت مستمرة ومكملة في العيلة، وأن هي كانت يعني شايفة إيد ربنا وشايفة تعاملاته، فمشيت وتبعت وخطت، والرب أكرم الإيمان ده. يعني رب هو كان بيخاف الله،
ممكن يكون في اي غلطات، اي ظروف سمحت للدين، لكن الرب قدر المخافه دي، الرب قدر الايمان ده واكرمها هي واكرم ولاده، وما يتبهدلوش وتباعوا عبيد، لكن سدد الدين وحفظ الاولاد، وكمان بيديها فلوس تعيش بيها وتصرف منها مع اولادها. صح. الله امين، الله امين. والكتاب بيقول لا تطرح ثقتك التي لها مجازات عظيمة. معنى كده أن الثقة في الله في حد ذاتها، أن أنا واثق فيه، دي لها مجازات عظيمة. والأمانة نفسها أنه بتخاف الله طول أيام حياتك. الله مش بيبات مديون لحد، لكن أبدا الله بيعوض، والله دايما يكرم، والله طالب قلوب بجد عايزة رضا وعايزة مشيئته وعايزة تعيش لي. بحس أنه القصة دي مثال يحتذى في حياتنا، في علاقتنا مع ربنا، قد ايه كان دور الله وقد ايه كان دور الإيمان يعني. وعايز أشجع كل نفس فينا الوقت ده، أخبار إيمانك في الله إيه وأخبار ثقتك في الله إيه؟ الله عايز ينقلك من الحتة اللي انت واقف فيها دي، وعايز يعدي بيك، وعايز يعبر بيك، وعايز يتمجد بطريقة خاصة في حياتك، وتكون مبارك وتكون مثمر وتكون مستخدم لمجد الرب. لكن أنا واقف فين؟ هل أنا عندي إيمان وثقة في الرب؟ هل أنا واخد خطوة إيمان ومكمل؟ هل أنا خاضع للرب وجوه قلبي بجد عايز مشيئته وعايز أرضيه وعايز أكرمه وعايز أفهم تعاملاته؟ تعاملات الله دايما من جوه لبره، تعاملات الله مش مجرد اديني 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 هيديلك ويفيد عليك ويباركك من الخارج، لكن استثمار رائع جدا انك تحط اللي بين ايديك بين ايدين الله، تحط مواهبك وتحط كل ما اعطاك الله اياه وتقول يا رب استثمره لمجدك، ومش هتحرك ولا خطوه الا لما اخد اتجاه منك. أمين يا أسيس. وزي ما حضرتك قلت لنا الآية من شوية، أحب أرددها تاني لأحبائنا المشاهدين، عبرانيين 11:1-6. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. ونفسي أسيبها مع أحبائنا المشاهدين اللي مش عارفين الآية أو اللي لسه بيتعرفوا على الكتاب المقدس، في عبرانيين 11:1 حضرت الأسيس الآية مهمة من بدري وبتأكد كل كلمة بنقولها النهاردة. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. وعبرانيين 11:6 بيقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وبأنه يجازي الذين يطلبونه. لو تعال لنا على آية حرة الأساس آية 6 كمان. أنه يجازي الذين يطلبونه طبعا، واللي رايح للرب مصدق أنه موجود يبقى ده واثق في الله زي ما كنا بنتكلم، والثقة دي ليها مجازاة. يجازي الذين يسألونه يبقى متأكد تمام وعنده إيمان أنه وهو بيسأل الرب رب هيجاوبه، ما عندوش شك في قلبه أنه هو بيسأل الله الله هيجاوبه والله هيديله، وأنه الإيمان دوت والثقة دي في الرب دي ليها مجازات ومجازات عظيمة جدا. والله بيبص لقلوبنا، بص لإيماننا، بص لثقتنا فيه وبيتجاوب معاها. عايز أقول أنه كتير قوي من الأمور اللي الله أعدها علشان خاطر يباركنا بيها في كل مجالات حياتنا، وإحنا بسبب قلة ثقتنا في الله وبسبب انشغالنا وبسبب التشتيت اللي إحنا متشتتينه في كل الحاجات اللي حوالينا والحاجات اللي بتملى وداننا واللي بتملى حواسنا ناحية ربنا وناحية الظروف وناحية الأمور، مخلينا ما احناش قادرين نعلن ايماننا وناخد اللي على قلب ربنا لينا. يعني المثل اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده انه الله مش بس ملى الاحتياج لكن امن الخطوات اللي جايه. وعايز اقول بقدر ما انت بتثق في الله بقدر ما الله بيتعامل معاك. ايمان وثقه في الرب يديلك اللي على قلب الرب. كتير بتبقى تحديات في الخدمه. في تحدي واحد يدخله ويقول انا واثق ان ربنا يسدد وانا واثق ان ربنا يعمل اكتر جدا مما اطلب او افتكر، وفي تحدي واحد تاني يقول لا ما دام الامور كده صعبه وما دام الموضوع معقد بالمنظر ده وما دام مفيش يبقى ما نعملش ويبقى ما نتحركش ويبقى ما ناخدش خطوه.
عايز اقول انه استنى ما الحساب يتسدد وبعد كده نبقى ناخد الخطوه. بالظبط. اللي يفضل يستنى لما يشوف بالعيان ده مش قادر يمشي بالايمان. يمشي ايمان يقدر يطلع رجله من السفينه زي ما بطرس طلع رجله وهو شايف الرب وابتدى يحط رجله على الميه وهو متاكد انه الرب قال له، فانه الميه دي مش هتبقى ميه تحت رجليه لكن هتبقى ارض. لما عمل كده وابتدى يحط رجله ابتدى يمشي على الميه. لو ابتدى يبص على رجليه ويبص على الموقف اللي هو واقف فيه ابتدى يسقط في الميه. الغريب ان الرب انتشله وبعد كده الكتاب يتكلم ان هما الاثنين دخلوا السفينه. يعني رجعوا ماشيين على الميه. يعني رجعوا ماشيين على الميه. رجع تاني مشاه على الميه، قال له رفعت عينك مره ثانيه وابتديت تستنجد بيا، انا مشيك مره ثانيه على الميه وادخل معاك السفينه. عايز اقول انه كل امورنا احنا محتاجين فيها ان احنا نمشي على الميه قدام التحديات ديت، والله يدينا بالايمان انه نشوف تعاملاته قد ايه عظيمه لحياتنا. ناخد مكالمه من مصر حضرتك القسيس. معنا الاخ سامي من مصر، حضرتك على الهواء، اهلا بيك اتفضل. مساء الخير يا ابونا. مساء النور. مساء النور. سامي مصعد مع حضرتك، ازيك يا ابونا؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا اخ سامي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت وحشتنا كتير اولا، يعني انا بس كنت عايز اعمل مداخله صغيره انه يعني احيانا واحد ساعات يؤمن بالرب بجد بحاجه وياخد وعده كده، لكن ساعات الوعد ما يتمش، يعني يقعد سنين الواحد احيانا يعني بيخور شويه كده. أخ سامي وطي التلفزيون وكمل سؤالك، احنا سامعينك. وطي التلفزيون يا أخ سامي. ألو أخ سامي سمعنا؟ أيوه. وطي التلفزيون على الآخر. حضرتك بتقول إن احنا بناخد وعد من الرب ولكن الفترة بتطول. ساعات بقول يعني إن الوقت بيطول كتير فالواحد إيمانه بيخور. يعني الإيمان بيخور لما ما بيبقاش فيه عيان قدامه بيشجعه يعني. أيوه. فنعمل إيه في حاجة زي كده بس؟ يعني أكبر مثل لينا في موضوع الإيمان دوت، إبراهيم خد وعد من الله، والوعد قعد 25 سنة قبل ما تم، وإبراهيم خار في الطريق. إبراهيم فشل، وسارة قالت له اتجوز وخد الجارية وخلاص، وبعد كده لما جه الرب يتكلم معاه مرة تانية ويقول له هحقق الوعد قال له ليت اسماعيل يعيش امامك، يعني معلش خلاص، خلاص يعني انا رضيت بموضوع اسماعيل دوت يا رب، والموضوع يعني خلاص مش فارق معايا، يعني اوكي انت وعدت وحققتها باي شكل إن كان خلاص، لكن الله كان عايز يحقق وعده فعلا مع ابراهيم، وابتدى يشدد ايمانه وزاره وتعامل معاه لانه الله عايز يحقق وعوده. ف إذا أنا بخور أنا محتاج إن أنا أتمسك. ده طبعا إحنا كبشر صعب علينا الأمر، لكن إذا أنا ليه علاقة حقيقية مع ربنا وأنا في شركة مع الله وأنا متشدد بالرب وثقتي في الله إنه قادر وإنه قال يفعل، أنا هقاوم الحرب دي. طبعا مش سهل، مش سهل أبدا، وممكن أفشل وممكن اطرح ثقتي في وقت من الاوقات، وممكن احس ان انا مانيش قادر ان انا اكمل بالطريقه دي، لكن عايز اقول انه الله بيشجع وبيسند وبينظر بجد لقد ايه قلوبنا متعلقه بيه. لو انا ابتديت اتعلق بحلول وسط وانا ابتديت افتح السكه علشان خاطر تدخل حلول تانية وتدخل امور بديلة استبدل الوعد بأي شكل او بأي حاجة، انا اللي بعمل كده هلخبط الدنيا. طبعا يعني في حصاد، في حصاد للخبطة دي اكيد. ابراهيم حصد مريم، يعني جات له بعد كده سارة وزعلت وقالت له مشيها ومشي بالزبط. ابنها بالظبط، وابراهيم كان مش عايز، ويعني لانه احنا ابتدينا نوجد حل بديل عن الامور اللي الله وعد بيها. لكن انا اذا متمسك، الله اعطى امين، الله لسه ما جاش وقته امين، فشلان بحاول اتشدد بالرب واتشدد باخواتي واتشدد بالكلمه واحاول ان انا اثبت هقع في وقت من الاوقات
لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم وإن جلست في الظلمة فالرب نور لي. يعني هفشل وارد جدا وابتدي ممكن إيماني وثقتي في الله تقل في وقت من الأوقات، يجي ربنا يرفعني ويشددني ويبعت لي اللي يشدد قلبي. طالما ما خدتش اتجاه ان انا اوجد حلول بديله اللي بيها انا اخد الوعد بس بطريقه مش مباشره، او انه ربنا وعد بس انا عايز الوعد ده يتحقق بطريقتي، انه برضو انا لما بسعى ان انا اوجد حلول بديله انا بعطل من الامور اللي انا يعني بسلك فيها، انا بعطل احيانا كتير الامور دي. والله بالايمان بينفذ وبيدي بيكرم. امين امين يا استاذ. قبل ما نسمع ترنيمه تانية نفسي تكمله للسؤال بتاع الاخ سامي. هو كان بيقول احيانا الموضوع بيطول واحيانا رب استنى في وعده على الوعد اللي انا اخذته. طب في حد تاني ممكن يسال يقول طب ازاي ان انا اقدر اخد وعد من ربنا؟ ازاي اقدر اسمع صوت ربنا وازاي ربنا يتكلم ليا في حاجه؟ ازاي اميز صوت ربنا؟ يعني انتوا عمالين تقولوا وتسمع صوت ربنا وربنا يقول لك، طب انا يعني حد لسه قبلت رب قريب او حد لسه جديد في الايمان، ازاي اقدر اميز خطه ربنا في حياتي ايه؟ هو عايز مني ايه؟ عايزني يعني امشي ازاي؟ فكره لحياتي ايه؟ لانه يعني الرب بيبقى ليه طرق مختلفه يتكلم بيها لينا. فعايزه تعليق من حضرتك على الامر ده يا استاذ. بصي، بنغلط غلطه كبيره قوي ان احنا نبقى ملناش علاقه بالله مستمره وملناش شركه حقيقيه مع ربنا، وبعد كده نيجي في وقت معين او في محك معين عايزين نسمع صوت الله. دي نقطه مهمه جدا على فكره، ودي صعبه، نقطه مهمه يعني. انا ماليش شركه واجي في وقت عايزه يكلمني وخلاص، لاني عندي موضوع او عندي حاجه ملحه او عندي حاجه كبيره فخايف ان انا اخد قرار فيها واخش في متاهات، فانا عايز اسمع صوت ربنا. فاجي انا عايز اسمع صوت ربنا، لا انا مهيئ ان انا اسمع صوت الرب، ولا انا ليا علاقه وشركه مع الله مستمر اللي بيها يسمعني صوته، ولا انا عارف اسمع صوته ازاي. انا بقول اول حاجه انه في علاقه وشركه مستمره كل يوم بيني وبين الله، والعلاقه والشركه دي هتديني نضج. يعني قصدي حضرتك هتديني نضج، هتديني قدره على التمييز مع الوقت، هتديني يعني قدره على التمييز. ده الجزء بتاعي لما اتكلمنا من بدري، الرب ليه جزء وليه جزء. انا الجزء بتاعي شركتي المستمره مع الرب اللي بالزبط. فيها هندج وهكبر عشان رب يقدر يأهلني ان انا اميز. وانا قاعد قدامه هو انا بتكلم ليه وانا بسمع منه، يعني بيديني وعد من كلمته، وانا قاعد بسبحه وبعظمه ايماني وثقتي فيه بيزيد، وانا قاعد في خلوتي كده بتامل في صلاح الله وعظمه الله وقدره الله. يبتدي الله من خلال قدرته، من خلال سلطانه، من خلال تسبيحه يظهر وينبت جوايا حق وامر بيتوافق مع حالتي من خلال عظمه وقدره ربنا، من خلال خلوتي المستمره اللي كل يوم بطريقه منتظمه ابص الاقي الله يديني وعود من كلمته ليا. فدي طريقه ان ربنا يكلمني من الكتاب، ان ربنا يكلمني من خلال الكلمه، ربنا يكلمني من خلال ما انا قاعد بسبح وبعظم وبكرم اسم الله، من خلال ترنيمة، من خلال ترنيمة ربنا يكلمني، من خلال الخدمة في الكنيسة. طبعا وارد جدا من خلال في اجتماع حد بيعلق تعليق، حد بيتكلم بيوعظ خدمة، حد بيقول اختبار. لكن عايز اقول امتى اقدر استقبل ده؟ لو الريسيفر بتاعي مظبوط انتوا بتقدروا تستقبلوا قناة الكارما ازاي الا وعندكم ريسيفر والدش وانا كنت بسمع خلال الايام اللي فاتت كده القناه وشايف في اعلانات عن الجهاز الجديد ده اللي تحطه على طول على الاي بي تي في، اللي تحطه على طول على تي في الانترنت وعمال اتامل لو الحاجه دي مش مظبوطه انها تجيب لي الارسال دوت، عمري ما ابدا هقدر استقبل الارسال ده. عايز اقول الاريال بتاعي يكون مظبوط هيستقبل، هتبص تلاقي بكل طريقه وبكل وسيله ربنا بيكلمني طول ما انا ماشي، يكلمني من خلال الطبيعه، يكلمني من خلال الاحداث اللي بتحصل حواليا، يكلمني من خلال اللي بيحصل مع الناس اللي حواليا، هتبص تلاقي انا بسمع خبرات الاخرين وينور قدامي كده حق عن ربنا وينور قدامي حاجه تلمس
الاحتياج اللي انا حاطه قدام الله، او الامر اللي انا حاطه قدام الله، او الموضوع اللي انا حاطه قدام ربنا وعايز اخد فيه كلمه من ربنا. اول نقطه اقول انه ما ينفعش يكون مالكش صله بالله ومالكش علاقه بالله وحالتك يوم طالع ويوم نازل والدنيا ملخبطه واجي اقول ايه ربنا يكلمني. ما ربنا بيكلمني المفروض كل يوم من خلال كلمته. فده شيء هتدرب عليه، فانا متدرب وانا ماشي معاه وبيعلن لي في حياتي وبيسمعني من خلال الكلمه ومن خلال التعليم ومن خلال اقوال المسيح ومن خلال السكه ديت امشي ازاي. فاذا لما كنا بنتكلم بقول في جامعه 8-5 حافظ الوصيه لا يشعر بامر انشاق، يبقى مش هيجي عليا وقت احس لا الموضوع ده صعب جدا فلازم اسمع فيه كلمه محدده من ربنا لا تقبل الشك مؤكده بنسبه 1000000% عشان اخد الخطوه دي. انا معاكي كلنا بنعمل كده، لكن لما بنبقى ماشيين الخط دوت مع ربنا لما نيجي في المحك دوت مش هتبقى صعبه. هتلاقيه بيكلمك بطريقه واثنين وثلاثه واربعه، ولما تقعد وعارف تقعد ازاي بتركز وبتسمع وبتاخد وبتنتظر وبتصلي وبتصوم وتخش في شركه وعمق اكبر ويرد عليك ويكلمك ويوعيك ويفهمك. يعني دي ابسط الوسائل، او دي اهم الوسائل، او دي الوسيله الاساسيه لكل مؤمن علشان خاطر يسمع صوت ربنا. انا عندي سؤالين ياسسوا الحته دي. اتفضلي. اول سؤال، طب لو انا الارسال قطع، لو انا يعني ما كملتش كده كل يوم مع الرب في شركه حميمه وعلاقه وثيقه والدنيا قطعت شويه بيني وبين ربنا، هل ينفع ارجع تاني ويرفع كونكشن ترجع تاني مع الرب، ينفع اقدر تاني اسمع صوته؟ ولا لو انا بعدت عن الرب وقت خلاص موضوع وقع، موضوع فقد مني، مش هقدر اسمع صوت ربنا تاني ومش هينفع اسمعه تاني وموضوع انتهى؟ عايز اقول انه تعاملات الله مش متوقفة دايما على حالتنا بالمنظر الناموسي قوي ده، لأنه بتعامل معانا بالنعمة، بتعامل معانا بالإيمان. فالوقت اللي فيه بقع والوقت اللي فيه إرسالي بيقع بيتقطع والكلام ده كله، هو برضو حميني وهو بيكلمني وهو بيلمسني وهو بيوريني محبته وبيحاول أنه يرد نفسي يهديني حتى لو انا في وادي ظل الموت. فده اللي بيشجعني ان دايما الباب مفتوح لي. كتير قوي ابليس بيحاربنا ويستخدم السلاح ده، انه لما تكون كويس تعالى لربنا، طول ما انت وحش روح صلح نفسك الاول وبعد كده تعالى اقعد قدام ربنا. طب وانا هصلح نفسي ازاي بعيد عن ربنا؟ انا مش عارف اصلح نفسي، طول ما انا عايز اصلح نفسي مش عارف اصلح نفسي. مفيش تصليح غير انا هتصلح في محضره. هو اللي هيصلحني يعني. انا هتصلح وانا قاعد قدامه، انا هتصلح وانا قدام كلمته، انا هتصلح وانا في شركه معاه، انا هتصلح لما اجي بين ايديه كده واقول له انا مش عارف اعمل في نفسي ايه. انا تعبان، انا متبهدل، انا مجروح، انا الخطيه مش عارف ابطلها، انا جرحت من الناس وتعبت ونفسيتي تعبانه وانا محتاج لك. انا محتاج. هو الشافي مكتوب عنه كده في اشعياء 61، روح السيد الرب علي لانه مسحني ارسلني لابشر المساكين، لاعصب منكسر القلوب، لانادي للمسبيين بالعتق والمأسورين بالاطلاق. هو المسبي ده في علاقه وشركه كويسه مع ربنا، اللي قلبه مكسور اللي مجروح قادر ان هو يقعد مع ربنا كل يوم، اللي مقيد من شيء معين حتى لو كان مؤمن، هو مش في علاقة وشركة قوية مع ربنا، لكن ده دوره وعمله بكل الوسائل وبكل الطرق بيوصلي وبكل الوسائل وبكل الطرق عايزني. بس في حاجة أنا لازم أبقى مدرك في قرارة نفسي، إنه شفاية عنده وتحريري عنده، وإن أنا أتصلح مش هتصلح إلا أنا في محضره، مش هتصلح بفلسفتي ولا هتصلح بدماغي ولا هتصلح بنفسي ولا هتصلح ان انا اعمل واعمل واعمل واعمل، انا هتصلح لما اقعد قدامه واجي بين ايديه. هو اللي قال تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، ويرجع الخط تاني وترجع العلاقه تاني وترجع الشركه تاني ويرجع يكلمني تاني وارجع اسمع صوته تاني.
في بعض الأحيان بيجربني، دخلني في اختبارات علشان يكبر إيماني. في بعض المحكات وبعض الاختبارات أحيانا مبقاش قادر أسمع، أبقى تعبان وبحس إنه إن أنا في حمل تقيل قوي ومضغوط و إلى آخره، بس هو برضه موجود في الأمور. أمين هو الله الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون أن تحتملوا، بل يعطي أيضا مع التجربة المنفذ لكي تستطيعوا أن تحتملوا. بالظبط. يبقى عمره ما هيجربني، حتى لو بيجربني، حتى لو بينشف عودي، حتى لو بيكبر إيماني، عمره ما هيجربني أكتر من احتمالي، لكن هيدي مع التجربة المنفذ لأنه بحبني. ولما يديني المنفذ أشوفه هو اللي مدي المنفذ، واشوفه هو اللي فاتح الباب، واشوفه هو اللي واقف مستنيني، واشوفه هو الحمايه وهو الملجا وهو الضمان، اقوم مترمي في حضنه من اول وجديد تاني واكبر معاه في علاقتي بيه. لان هو عارف، حضرتك قلت نقطه مهمه، هو عارف طاقتنا واحتمالنا. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربه المنفذ لكي تستطيعوا ان تحتملوا. امين. واسيب الايادي مع احبائنا، ناخد ترنيم ونرجع نكمل تاني قسيس. امين. وأقول لكم الآية دي مرة تانية، الحارة الأساس قالها: أمين هو الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل أيضا مع التجربة المنفذ لكي تستطيعوا أن تحتملوا. ناخد ترنيمة ونرجع نكمل معاكم أحبائنا المشاهدين. أمين. يقين من جوا قلبي كسبان بيك التحدي.
مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. مرحبا بحضراتكم مرة تانية أحبائنا المشاهدين، وحلقة عن تعاملات الله وحياة الإيمان معنا وقد إن رب بيتعامل معنا بالإيمان. ويمكن قبل الفاصل كنا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، إزاي يكون ليا شركة وعلاقة خاصة مع رب اللي بيها أقدر أميز وأقدر أسمع صوته لما يكون عندي احتياج لإرشاد إلهي، إزاي يبقى عندي القدرة أن أنا أميز صوت الله. والأسيس جاوبنا إجابة أكتر من رائعة على الأمر ده، لكن عندي سؤال تاني لحضرتك يا أسيس. ماذا عن أن أنا أروح أسمع صوت ربنا عن طريق حد تاني، يعني أقول لحد أنه هو يصلي لي يشوف ربنا يقول له إيه، أو أن أنا أستنى من شخص آخر يميز لي ربنا عايز إيه مني، ماذا عن هذا الأمر؟ أنا بحس دايما أنه الأمر دوت هو أمر تأكيدي، مش هو ده الأساس. الأساس أنه ربنا يكلمني، أساس أنه ربنا يعلن لي، أساس أنه ربنا يديني اتجاه واضح من خلال ما أنا لي علاقة به، ويحصل تأكيد للأمر اللي جوايا دوت عن طريق أنه الله يبعتني حد تاني بيأكد نفس الكلام، أو حد تاني بيقول أنا ربنا كلمني كلمة خاصة ليك بتقول كذا كذا، أو شخص ربنا يعلن له بشيء أو بآخر بطريقة أو بأخرى، حاجة تأكد اللي جوايا. لكن حاجة مهمة، دي نقطة مهمة. لكن إن أنا أمشي على إرشاد الآخرين، أو إن أنا أمشي على إن الناس ياخدوا لي من ربنا، أنا شخصيا يعني حس إنه الأمر ده كشركة المؤمنين كأعضاء في جسد الواحد تأكيدي. لكن في بعض الأحوال أنا ببقى واصل لمرحلة مثلا صعبة وتعبان ومضغوط ومش قادر، لكن في خط، في علاقة بيني وبين ربنا، في تسليم، في اتجاه إيماني مش فاقد الخط ومش مقطوع، يجي الله من خلال كلمة ينور ليا اتجاه أنا ماشي فيه، أو اتجاه عندي، أو حاجة غايبة عني في الوقت الحالي لكن الله مكلمني فيها للتذكر، أو عشان أفتح الموضوع مرة تانية قدام ربنا، أو عشان أفتكر وعود وتعاملات الله معايا وأرجع تاني أطلع برا اللي أنا فيه دوت وأبتدي ورد مرة تانية. فالحقيقة يعني أنا بحس أنه دي نمرة اتنين مش نمرة واحد أبدا في تعاملاتنا مع ربنا. فدي نقطة مهمة جدا حضرتك قلتها وأنا بأكد عليها، نمرة واحد أنا باخد الإرشاد من الرب لحياتي أنا، ورب بيقودني، رب بيتكلم ليا بفكره، بيعلن لي مشيئته، ولو جه فرصة أنه حد تاني يكون بيقول لي، يعني طبعا يعني أحيانا في ناس بتكون عارفة القصة فبتصلي وتقول آه ربنا بيقول، لكن احنا بنأكد أنه لو إرشاد من شخص فعلا ما يعرفش القصة فعلا مقاد بروح الله، تأكيد للي عندي بالزبط. مش باخد رأي ربنا من الأول من شخص تاني وأبني عليه، لأنه إنه في ناس أحيانا بتعمل كده، وأحيانا بتستشير يعني آراء آخرين أو تاخد كلمة من ربنا أو حد يصلي لها، بعد كده تكتشف إنه ده ما كانش فكر ربنا، الموضوع حصل فيه مشاكل وحصل فيه لبس لأنه ما كانش صوت الرب. يعني بالزبط. أكيد في examples ممكن يكون حصل فيها المشكلة دي لأن الناس اتبعت صلاة حد وخدت عليه قرار كبير وقرار مهم، ورجعت اكتشفت ان ده ما كانش فكره الله ليها او خط الله ليها او صوت الله لحياتها. يعني والحاجه اللي ربنا بيدهاني عن طريق حد انا محتاج ان انا امتحنها، هل متوافقه مع، ممكن مثلا فرض انه حد اداني حاجه، او ربنا يعني كلمني من خلال حد في ايه، او فتح معايا موضوع ينور عليا او الى اخره، انا محتاج ان انا امتحنه، هل ده بيتوافق مع خط تعاملات الله معايا؟ بيتوافق مع السكة اللي ربنا ماشيني فيها؟ بيتوافق مع المشيئة والخطوات
اللي عايز يحققها في حياتي، ولا أمر كده يطلع يغير كل الدنيا. بحس قوي انه الله مش هيناقض نفسه معانا، مش هيكلمني انا ويرجع يكلم حد تاني عليا بطريقه مختلفه او العكس والامور دي. لكن اللي فاهم تعاملات الله، واللي مدرك العلاقه بينه وبين ربنا وقادر يميز بطريقته وباسلوبه وباللي ربنا عوده عليه يعلن له ليه. امين. ناخد مكالمه حضرتك القسيس. معنا الاخ حسن ميتشيجن، حضرتك على الهواء، اهلا بيك، اتفضل. مساء الخير اخت منى. اهلا وسهلا بيك. مساء الخير الاخ القسيس. القسيس وسام، سامعك، اتفضل. اول شيء انا بشكر الرب اني انا نهار الاحد اتعمدت هون بميشيجن. ربنا يباركك. وانا طالب من حضرة القسيس انه يصلي لي حتى الرب يثبت ايماني اكثر واكثر. اسمي يسوع. امين امين. وشكرا لك اخت منى، وشكرا على البرنامج الحلو. شكرا لك يا اخ حسن، ربنا يباركك ويقودك ويعني يرشدك ويكمل عمله معاك، وفعلا فرحانين نسمع كده، فعلا ربنا يباركك، ربنا يستخدمك لمجد الاسم. شكرا لك. أمني أساسا نفسي ناخد وقت مع حضرتك، تكون بتقودنا في وقت صلاة وفي وقت تعظيم للرب وتسبيح للرب في ختام حلقتنا. الموضوع الأكثر من رائع اللي رب تكلم بيه على لسان حضرتك النهاردة. أنا حابب نصلي من أجل أخونا حسن، ربنا يثبت إيمانه وديله نعم الفترة الجاي. يا رب نثق تماما أنك إله القادر على كل شيء. نثق يا رب أنه أنت الإله العظيم، إحنا بنتكلم عنك وعن تعاملاتك، ونثق يا رب انه انت تستلم ابنك بين ايديك، وانت في الوقت اللي جاي يا رب ترفعه القذرة الابدية، تثبته يا رب في حقك، وتديله يا رب خطوات ممكنة يا رب يسير معك في الطريق. يا رب احفظه انت من كل هيج عدو الخير، من كل محاربات يا رب لتفشيل ايمان، ولكن يا رب تراءى انت له، وتراءى انت يا رب بمجد وبتعاملاتك العظيمة يا رب، اللي بيها تثبت نفسه، اللي بيها يا رب ترفع عينيه على شخصك وتديله يشوفك دايما في كل أمور الحياة يا رب، ويحقق مشيئتك وهدفك وغرضك يا رب في حياته، لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. اسم المسيح استجيب لي كل مجد. أمين. هي نفسي أول وقت اللي جاي كل نفس فينا تحط أمورها بين إيدين الرب، حط نفسك بين إيديه، ونفسي أوي إنه القرار ده يطلع من أعماقنا. يا رب أنا مش عايز أعيش نفس الحياة، يا رب أنا مش عايز أسلك زي ما كنت، يا رب أنا عايز أكون واحد تاني. ترنيمة اللي أبتدي بيها الوقت دوت وخلينا نصليها بتقول كده: مع كل طلعة حق في يوم والآية بتشقشق رح أقوم وأقول لنفسي لا اليوم أكيد هكون واحد تاني. نفسي ربنا النهاردة يدينا القرار دوت، نرجع مرة تانية يبقى لينا علاقة بالله، نرجع نفهم تعاملات الله، لما الحق يعلى ويظهر قدام عينينا نتجاوب معاه، وربنا يدينا خطوات نمشي فيها في الوقت اللي جاي. كل طلعت حق في يوم والآية بتشقشق راح أقوم، مع كل طلعت حق في يوم والآية بتشقشق راح أقوم، وأقول ليأسي لا اليوم أكيد هكون واحد تاني، أكيد هكون واحد تاني. إلهي قادر يحيني ويعديني من الموت بأمان، ويشفي نفسي ويرفعني ويشجعني وارجع فرحان. إلهي قادر يحيني ويعديني من الموت بأمان.
شجعني وارجع فرحان مع كل طلعت حق في يوم الآية بتشقشق راح أقول بقول ليأسي لا اليوم أكيد هكون واحد تاني أكيد هكون واحد تاني إلهي قادر يغسلني ويحررني وأنا صارخ لي والأمن أب هيرحمني وهيقبلني وأنا راجع عليه إلهي قادر يغسلني ويحررني وأنا صارخ لي والأمن أب هيرحمني وهيقبلني وأنا راجع عليه مع كل طلعت حق في يوم والآية بتشقشق راح أقوم بقول ليأسي لا اليوم أكيد هكون واحد تاني أكيد هكون واحد تاني إلهي قادر يحملني ويكملني وأنا واثق فيه ضماني كله إني فضله وأفضل أقوله اتكالي عليك إلهي قادر يحملني ويكملني وأنا واثق فيه ضماني كله إني فضله وأفضل أقوله اتكالي عليك مع كل طلعت حق في يوم والآية بتشقشق راح أقوم بقول ليأسي لا اليوم أكيد هكون واحد تاني. أيوة يا رب النهاردة تقدر ترفع كل نفس فينا من اليأس. أيوة تقدر رب النهاردة تشرق بمجدك على حياتنا. تقدر ترفعنا رب من كل اضطراب من كل ضعف من كل تعب. أيوة رب تقدر تيجي النهاردة تغير حياتنا. وإحنا رب نقرب منك النهاردة إيمان والثقة دي تنبت في أعماقنا أكيد هكون واحد تاني. نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يا رب أنت قادر، أنت قادر تيجي النهاردة بلمسة وترفع كل نفس فينا. أنت قادر يا رب تيجي النهاردة وتحمل وتكمل ما بدأته يمينك في حياتنا. تيجي يا رب النهاردة ترفع أصوات الفشل، أصوات التشتيت يا رب اللي جاية عشان تضعف إيماننا يا رب. كل أمور جاية يا رب النهاردة علشان خاطر توقف إتمام مشيئتك وخطتك في حياتنا يا رب. أنت قادر تكمل عملك، أنت قادر تسند يا رب بلمستك أولادك وبناتك في هذه الليلة. أنت قادر يا رب تدينا قوة إيمان جديدة في شخصك. أنت قادر يا رب النهاردة تفتح عينينا على تعاملات روحك القدوس معانا، وأنت تقدر تكمل الصورة يا رب، وأنت تقدر تحقق مشيئتك في حياتنا. ادينا الإيمان ده يا رب، ادينا الثقة دي، ادينا النهاردة إيمان يرفض أنه يعيش الواقع والمنظور مهما كان الواقع صوته عالي مهما كان صوته مسموع. فإن صدق الحقيقة أنك أنت أمس واليوم وإلى الأبد. هللويا. ومهما كان الواقع صوته عالي ومسموع
صدق الحقيقة إن إلهي الرب يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. بعلن ثقتي في إله حي، إله قادر، إله شافي، هو إلهنا يسوع الحي، شخص وحده هو الكافي. بعلن ثقتي في إله حي، إله قادر، إله شافي، هو إلهنا يسوع الحي، شخص وحده هو الكافي. ومهما كانت ظروفي بتقول الأمر بعيد، أنا بصدق إن إلهي هو هيصنع أمر جديد، هو أمس واليوم وإلى الأبد. بعلن ثقتي في إله حي، إله قادر، إله شافي، هو إلهنا يسوع الحي، شخص وحده هو الكافي. بعلن ثقتي في إله حي، إله قادر، إله شافي، هو إلهنا يسوع الحي، شخص وحده هو الكافي. كلمات بتاعت العدد الجاي عايزك تقولها بإيمان معايا النهارده. المرنم بيقول كده، مهما كان التحدي، بيقول الرجاء مقطوع. التحديات اللي قدامك، تحديات الإيمان النهارده اللي قدامك، الظروف الصعبة اللي حاسس إنها واقفة قصادك، واقفة قصادك، تعالى النهارده بيها قدام الرب وقول له أنا بصدق وعود إلهي، ده معاه المستحيل ممنوع. تقدر تقول لك الكلمات دي وانت قاعد تتحد معانا النهاردة؟ هو أمس واليوم وإلى الأبد. أعلن ثقتك الرب جاي بكل تحدي قدامك، جاي بكل ظروف صعبة، جاي يا رب بكل أمور يمكن مش فاهم تعاملات روحك القدوس معايا فيها إيه، جاي يا رب بكل الحاجات اللي فيها يأس وفشل وتعب وإحباط، بحطها بين إيديك، واثق إنك أنت تديني طريق ومسلك، أنت اللي تقدر تعمل في البحر طريق. هنو العدد دوت، بعد ما تقول العدد ده ارفع قلبك كده قدام الرب وانت قاعد قدام الشاشة، قول يا رب بصدق 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 إنك إله المستحيل، بصدق إنك الإله اللي أشبعت الجموع بخمس خبزات وسمكتين، بصدق إنك الإله اللي تقدر تبارك في دهنة الزيت. بصدق يا رب بصدق. ومهما كان التحدي بيقول الرجا مقطوع، أنا بصدق وعود إلهي، معاه المستحيل ممنوع، هو أمس واليوم وإلى الأبد. أعلن ثقتي في إله حي، إله قادر، إله شافي، هو إلهنا يسوع الحي، شخص وحده هو الكافي. كل ثقتي في إله حي، إله قادر، إله شافي، هو إلهنا يسوع الحي، شخص وحده هو الكافي. أشكرك لأنك كفاية لكل أمورنا وظروفنا.
أشكرك لأن نعمتك كفاية، أشكرك لأنك بنعمتك بتغطي طول الرحلة، أشكرك لأن كل تحدي أنت تدينا فيه نعمة. يا رب كل شخص النهاردة رافع قلبه وحاطط تحدياته بين إيديك وجاي لك بإيمان وبصدق، يا رب أنت تستطيع أنك ترفعه فوق المرتفعات، أنت تستطيع يا رب أن تصنع لأولادك في البحر طريق، أنت تستطيع يا رب أنك تدينا النهاردة الثقة والإيمان ده في شخصك، نحط اللي بين إيدينا بين إيديك يا رب ونقول لك بيك هنعدي، نقول لك بيك يا رب. يا رب مش هنصدق أصوات الواقع، مش هنصدق النهاردة أصوات الفشل، مش هنصدق أصوات المرض، مش هنصدق أصوات الأتعاب، مش هنصدق أصوات الجروح اللي عمالة بتصرخ جوه أعماقنا، لكن هنصدق أن فيك الكفاية وأنك أنت الشافي وأنك أنت يا رب فوق الواقع وفوق المنظور وأنك أنت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. تيجي تزور النهاردة بلمسة كل ابن وبنت من ولادك، تيجي يا رب تنقل إيماننا في شخصك وتيجي تدينا نشوفك وتفرح بيك قلوبنا ونتمم مشيئتك في حياتنا. ليك كل المجد. آمين. أمين يا أسيس. أمين. مش عارف نشكر رب قد إيه على الحلقة دي ونشكر حضرتك. ربنا يباركك ويقودك استخدمك لمجد اسمه، وأنا عارفة إن رب يعني تلمس معي أنا شخصيا وأكيد تلمس مع كل أحبائنا اللي بيسمعوا الكلام ده. رب يباركك ويحفظك ويستخدمك أكتر وأكتر لمجد اسمه. ربنا يبارككم ويبارك القناة ويديكم نعمة. أنا بصلي إنه ربنا يستخدمها بركة في كل مكان، وهي مثمرة جدا من ساعة ما ابتدت تيجي على الشرق الأوسط، وأنا بسمع عن نفسي أمور عظيمة جدا واختبارات رائعة، واثق إنه الرب يملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد. بنصلي رب يسند القناة ويدي نعمة ويملأ كل احتياج ويتمجد، ومن مجد المجد ومن قوة لقوة باسم الرب يسوع. أمين أمين أمين, أمين يا أسيس. أمين. أشكرك على كلام التشجيع والمحبة، وربنا فعلا يعني زي ما حضرتك بتقولي سدد كل احتياج ويكمل. أمين. أنا بصلي فعلا أنه يعني الآية دي برضو الحلقة دي كمان بتكلمنا إحنا في قناة الكارما على تحديات الإيمان وتعاملات الله والحاجات اللي بتقف قصادنا، محتاجين نشوف الرب فيها ونمشي بكلمة منه بالإيمان ونكمل في وعوده ونثق ونتمسك بوعوده. ففعلا أمين. يعني رب بتكلم لنا كلنا في قناة الكرم من خلال دي كخدمة وكأفراد كمان. أمين. ربنا يبارك. أسف بشكرك جدا جدا على الحلقة دي. أنا اللي بشكرك. ربنا يبارك. شكرا. أحبائنا صوت الرب كان يعني بتكلم لنا بقوة غير عادية النهاردة عن لا تقللي كثير الأنية. خلينا نكثر إيماننا برب، نتمسك به، نطلب وجهه أول حاجة زي ما الأسيس قال لنا النهاردة، أنه أول حاجة يكون لي شركة علاقة معي، أطلب وجهه، أترجى وجهه، أطلب مشيئته. وعشان اقدر اسلك بالايمان انا محتاج كلمه، كلمه منه اقدر امشي عليها، كلمه يقول لي اعمل ايه. رب ليه دور وانا ليا دور، انا لازم اعمل الدور اللي عليا عشان رب يقدر يعمل الدور اللي عليه ويجري المعجزه ويملا الانيه زيت، فيقدر يقول للمراه المحتاجه روحي بيعي الزيت وسددي الدين وعيشي باللي ليكي. فانا عليا دور ورب عليه دور. رب اتكلم لكل نفس فينا النهارده، بنصلي الحلقه كانت سبب بركه غير عاديه. ربنا يقودك ويباركك ويستخدم الكلمه دي تثمر مش بس لحياتك وأسرتك وبيتك، لكن رب يستخدم الكلمة دي لك أنت كمان تكون سبب بركة الآخرين. أشكركم متابعتكم، نطلب صلاتكم معنا في قناة الكرم، إحنا فعلا محتاجين صلواتكم جدا جدا جدا، فارفعونا في الصلاة دايما أمام عرش النعمة. ربنا يبارككم وإلى لقاءات أخرى في قناة الكرم، وربنا معكم. جعلنا أغصانا مثمرة في الكرمة، في الكرمة نحمل الرجاء وحب السماء، فكلنا شركاء في الكرمة، في الكرمة نرفع الصلاة.